الحاجه الثانيه ان انا ليا تعاون علمي مع كليه صيدله حاليا من خلال اساتذه كتير ومنهم الاستاذ الدكتور ناجح وكيل الكليه شؤون البيئه، وفي حوالي 4 رسائل وماجستير ودكتوراه، وكذلك برضه الدكتوره نهله، وفي مشروعات. فكليه صيدله، حد هنا خارج كليه صيدله؟ كليه ايه؟ السن. واو. ف ان شاء الله نعمل تعاون مع الالسن ان شاء الله. لكن الباقي كله صيدله. مين مين علوم تاني هنا؟ طيب وفي اسنان. دكتور احمد لسه فريش متخرج من اسنان وبرضه يعني فيري انترستد في الريسيرش. ولكن صيدله فعلا انا ليا لها معزه خاصه، لان انا مؤمن ان صيدله، كليه صيدله او الصيدلي يعني، سواء في الفارماسي او في الريسيرش، له دور هام جدا جدا. يمكن انا معايا سلايد هوريها لكم دلوقتي في فولدر اسمه ريسيرش، بعد اذن حضرتك، ريسيرش اند ديزاين. هات لي ليكتشر 2. اعملها حضرتك. فدور الصيدلي الحقيقي، في ناس لسه هتيجي ولا خلاص؟ طبعا مش انا بس عايز اوريكم سلايد اعتقد انها معايا. فالسلايد دي بتبين دور الصيدلي، هي كانت بالصدفه يعني ما كنتش حاسبها، لكن انا بدرسها. دي سلايد، وكذلك دي. فلو انتم بتفكر في انك انت تعمل دواء درايف، ف عندنا زي المثلث، او مش هقول مثلث لان هو ممكن نقول عليه مثلث او خط مستطيل. اوله له ستارت وله اند وله جزء في الوسط. انا مش او مثلث ممكن مش ايه لو حد عايز يعمل درايف فروم بنش تو كليب، فروم بنش تو كليب يعني من ريسيرش الى الكليب، ايه اللي محتاجه؟ على مستوى الريسيرشرز ايه 3 بيسك اليمنتس عشان واحد عنده فكره يحولها من ريسيرش الى السوق للماركت. فمحتاج حد عارف، انا بقول كلام عام دلوقتي لسه، حد عارف؟ محتاج الاول واحد بيسك ريسيرش زي بتاع اليوم. اوكي؟ وبعدين محتاج كلينيشن اللي هو عنده، انا بتكلم على مستوى الدراج، انا مش الدراج بس انا بتكلم على مستوى التكنولوجي. وعايز كلينيشن في النهايه يقول له الدراج ده هيشتغل هيعالج ولا مش هيعالج، وايه البروبوشنز بتاعته، وايه المشاكل اللي ممكن تقابله اثناء معالجه المريض ولا لا. طبعا المريض ما بيحطوش في المعادله دي، بيحطه بعد المعادله خالص، لان هو ده المستفيد النهائي. اوكي؟ طبعا في مستفيدين تانيين عارفينهم، شركات. ففي الوسط بقى مين اللي هو ما بين البيسك ريسيرشر وما بين الكلينيشن اللي هو حضرتك. مين اللي هيصنع الدواء؟ مين اللي يفهم الفارما داينامكس بتاعته والكاينتكس والى اخره؟ هو الصيدلي. ومن اللي يحدد التارجتنج ثيرابي والى اخره هو الصيدلي. فدور الصيدلي فيري فيري امبورتنت في الريسيرش، زي ما هو فيري فيري امبورتنت في التريتمنت. والسلايد دي
بتبين قد ايه لو انتوا مش عارف باين ولا لا، لو بصيتوا هتلاقوا ده لو الكيسز اللي انت محتاجها في موقف محتاجها عشان يوصل من الموقف الصغري لحد ما يوصل الى اللارج سكيل ابلكيشن. فكل مرحله طبعا بتاخد وقت معين وبتاخد الاجزاء بتاعتها والسنوات بتاعتها هو اللي اخده. فدور السيطره بيبقى تقريبا في مرحله البريك ليجن وحسب مرحله البريك ديسكفري ومرحله البريك ليجن ومرحله الكلينيكال والاس بي اي. الاس بي اي طبعا منظمه عارفين اللي هي الحاجه المستقبليه في الاستيشن ما تقدرش تعمل الدواء للكلينيكال ترايز بحث اليس الحد الموقف بتاع الاي. وبعد كده طبعا بعد ما تعمل الكلينيكال ديزاين وترجع تاني للاس بي اي تقول لك ممكن تبتدي تعمل الفاينل فورم بتاع الدواء وتنزله في السوق. وبعد كده بتبتدي المرحله اللي هي بتاع لارج سكيل بتاع الفاينل فورم. فده بص ده انا لسه حبيت اقول لكم قد ايه ان انت لو اكتسبت اي معلومه من اول اعداد في اعداد السوشيال من اول اعداد لحد ما تتخرج وبعد كده تريننج فيري امبورتنت، لان المجال الطبي يمكن البيسك ريسيرشرز في العلوم فيري امبورتنت فيري كريتيكال، ولكن في النهايه انت ممكن ستيل ما بتتعاملش مباشره مع الاند برودكت اللي هو واليوزر اللي هو الايه؟ البيشنت. فممكن نسبه الايرور لو عاليه ترجع تصلحها تاني، سواء على مستوى الانفيتر ستادز اللي بتشتغل على موديلز مش في الحيوان يعني، فممكن سهله ما هيش مشكله، او حتى في الحيوان اتس نوت ريكومنتد، لكن هو ستيل ممكن نسبه الدور العالية ترجع تاني تجربه مرة كونتر. لكن على مستوى الهيومن البيشنت، وفي ادويه طبعا مش للبيشنت، في ادويه للصحه العامه للهيجين وللهيلث من سيستم وهكذا، اللي هي المنشطات فيتامينز وما الى ذلك. لكن فيري امبورتنت ان انت اي معلومه تتعلمها لازم تكون بروفيشنال فيها، مش بالصدفه البحته او بمزاجك، لا لازم تتبع انترناشونال ستاندرزيشن، انترناشونال ستاندرز وكتالوج تمشي عليه. حتى لو كان على مستوى الريسيرش، في ناس شاطره جدا جدا، انا اديت محاضرات في صوره علم وعملت حاجات كتير لطلاب زيكم وحتى الاعداد والسنه وبتاع، فانا من الكونكلوجن لقيت ان الطلاب فعلا في مصر جينيس. انا طبعا قعدت في امريكا 10 ييرز استاذ هناك، والدكتوراه بتاعتي من اليابان، ورحت دول كتير زي كندا والصين يعني فقدرت اعمل كونكلوجن من خلال الرحلات العلميه دي كلها، ان مش بقولها طبعا عشان انتوا طلبه مصريين، لا هي دي حقيقه. وبرضه مش عشان انتوا متميزين عنهم ولا حاجه، وكلنا ايوه انتوا عندهم برين وعندهم ليفت ورايت وعندهم تو ارمز وعندهم كل حاجه، بالعكس ده يعني هم سبويل عنكم. ولكن انا مؤمن دايما بايه؟ بان الحاجه ام الاختراع. يعني كان عندي استاذ سعودي بيزورني الاسبوع اللي فات النيورولوجيست هو، ولما عرفت بالطلبه بتوعي ففوجئ ان لدرجه الانسيدنس اللي هو اللي عنده الطلبه، قال لي انا لو عندي دول انا ما قلتوش مش هعرف اعمل منهم حاجه برضه، لان دول عايزين برضه يشغلوا يكون عنده نفس الروح، والانفايرمنت نفسها هي اللي بتخلق الروح، لان الروح الانفايرمنت اللي عندهم ما هياش مش هتخلق الروح الا اذا كانت بقوانين. انما احنا عندنا فعلا الانفايرمنت بترجع الروح الطموحه والروح المتطلعه والروح اللي عندها شقاء تحب العمل في شقاء. بس بينقصها حاجه واحده، ده اللي انا لقيته. يعني تلاقي ناس جينيس جدا وعندهم افكار ولا اخر، بس مش منظمين في افكارهم ولا يتبعوا، وده طبعا ده عذر يعني نتيجه ان الموضوع ده لسه جديد في مصر،
اللي هو الاهتمام بالريسيرش، الاهتمام بالريسيرش. فالريسيرش لازم يكون له مفهوم وله ستاندرز لازم يمشي عليه. فاللي انا شفته مع ان ناس جابت لي اطفال فعلا رائعه بمعنى الكلمه، ولكن بينقصها ايه؟ طب يشيلوا ازاي؟ يشتغلوا ازاي؟ طب يفكروا في الموضوع ازاي؟ طب يكلموا مين؟ طب يعملوا ايه؟ وفي ناس طبعا بيصل لها الوضع الحال لان هم لقوا اخطاء فادحه ممكن احيانا تهدد الامن القومي دون ان يدروا. فاذا مهم جدا ان لازم يبقى فيه لازم يبقى انتوا ادرى، وده اللي انا هحاول ادور لكم اللي هو حاجات الصدر بعض المفاهيم العامه في الريسيرش. فالمحاضره بتاعتنا اللي هي ريسيرش ديزاين اند ميثودولوجي. لو اتكلمنا على الريسيرش في كلمتين مش عارف تاخدوا بالكم منهم ولا لا، اللي هي سيرش وكلمه ثانيه اسمها ايه؟ ريسيرش. خدتوا بالكم الفرق ما بين الاثنين دول؟ ايه الفرق ما بينهم؟ ما بين السيرش والريسيرش. فكروا كده. سيرش حد عارفه ولا لا؟ لا انا عايز تجاوب، عايز تجاوب، اتفضل. تمام. صد حد تاني؟ حد عايز يقول حاجة؟ حد يتطوع ويقول حاجة؟ هي بتوع الصيدلة، ده الشغال والليفت برين شوية. طيب اتفضل. تمام. برافو عليك، يعني ده تختلف جدا. إذا على مستوى الترم نفسه سيرش إنك أنت بتعمل سيرش وتنتهي. على مستوى السيرش إنك بتعمل إيه؟ لأن حاجة أمرهم فتقعد تعمل. فإذا لو نقدر باختصار شديد السيرش إن سايكل، إنما الريسيرش اوبن سايكل. اوبن سايكل يعني ان كل ما توصل للاجابه على سؤال ممكن يطلع لك 1000 سؤال وهكذا. ليه؟ لانك انت بتدور على حاجه في مزمير فؤاد النور. بالنسبه للالمنتس بتاعتك، انما السيرش النور ليك انت، لكن النور ليه؟ لناس ثانيه. انما السيرش النور تو ايفري بادي. والا لو انت بتعمل ريسيرش وفوجئت انك انت لقيت حد عنه، يبقى انت ما قريتش من الاول، ما جمعتش معلومات من الاول، يبقى ده مش ريسيرش، صح ولا لا؟ فزمايلكم لخصها او زمايلكم الاثنين لخصوه ان السيرش روح اقعد على النت كوبي اند بيست. انما ريسيرش لازم يبقى حاجه لما تعمل سيرش تجد فيه نقطه اللي هي في دماغك اللي انت حددتها، اللي هي الايديا بتاعتك ما حدش عملها قبل كده، فتبتدي تعمل عليها ايه؟ ريسيرش. فاوبن سايكل. اوكي؟ وده اللي احنا منطقين بيه. فالمحاضره عامل بقدر المستطاع، مش ضروري ادي كل اللي انا حسب الوقت. طالما اتفقنا اللي هنشتغله ريسيرش للسيرش، لان ده بيعمل لي ارتكاليا. ناس كتير جدا تيجي بالسيرش وتتخيل ان ده ايه؟ ريسيرش، فده بيقتلني من جوايا. لان انت سيادتك قبل ما تعمل ما تقول ان ده ايديا او هايبوثيسيس، وهقول لكم ريسيرش يعني باختصار شديد. ريسيرش تساوي حاجه اسمها هايبوثيسيس. يعني ايه هايبوثيسيس؟ فرضيه. يعني ايه فرضيه؟ يعني قابله ان تتحقق، تبقى اكسبتد اور ريجكتد. مش الهايبوثيسيس كده؟ مش خط رياضه؟ ها؟ الهايبوس في الرياضه ايه؟ يا اما تبقى اكسبتد يا اما تبقى ريجكتد. لا، لما تبقى اكسبتد تبقى تتحول الى ثري. ثري يعني ايه؟ ها؟ نظريه.
دي بتاع بقى الحاجات اللي كنا بناخدها دي. لكن قبل ما تبقى نظريه عباره عن ايه؟ هايبوس، نقعد احنا كده كلنا ريسيرشرز نشتغل فيها ممكن 10 سنين 5 سنين والى اخره، لحد ما نصل الى ان النظريه دي تبقى اكسبتد. وبعدين مش اكسبتد بس، ريبروديوسبل. يعني ايه ريبروديوسبل؟ يعني لو حميد عملها واحمد عملها ومحمد عملها، في واحد في امريكا واحد في موزمبيق واحد في اسوان، تطلع هي ايه النتيجه؟ هي هي، مش النتيجه الارقام، النتيجه الكونسبت. يعني لو حطينا اكس على واي يطلع لي ايه؟ زد. ما يطلعليش. ولو بتاع اسوان عملها بنفس الكلام طلع لي زد، يبقى نفس وهكذا. يبقى دي اكسبتد هايبوثيسيس، فممكن نحولها الى ثيري. لما تبقى ثيري تتحط في تكست بوك. تتحط فين؟ قبل كده ما تتحطش في تكست بوك، تتحط في حاجه اسمها ايه؟ بيبرز. تتحط في حاجه اسمها ايه؟ بيبرز. بيبرز منشور. يعني انا اذا منوه عندي مثلا مجموعه من الابحاث عملتها، في بعض الحاجات منها صغيره جدا من ال 70 او اكثر من 100 بيبرز دول اتحطت، ناس حطوها في تكست بوك، او اربع حاجات اتحطوا شابترز تكست بوك. ليه؟ لانها بقت خلاص بقت ايه؟ مش انا وبس، لا ده في ناس ثانيه. لكن يعني بتتجمع ويقول لك تعالوا بقى انتوا اللي في المجال ده، انتوا اشتغلتوا في الجزئيه دي وعملتوا الهايبوثيسز وبقت اكسبتد وعملتوها بالبروديوسابيلتي هنا وهنا، تعالوا اختبرنا ايه؟ شابتر في البوك ده. ففرق ضخم جدا ما بين انسان يكتب بوك او شابتر في بوك، وما بين انسان يكتب ايه؟ بيبر، وما بين انسان يكتب مشروع. انسان يكتب ايه؟ مشروع. يبقى انا عندي مشروع وعندي بيبر وعندي ايه؟ تكست بوك. مالناش دعوه بقى بالصحف والكلام، مالناش دعوه بيه، ده كلام اعلام مالناش دعوه. لكن في الحقل العلمي عندي ايه؟ عندي الاول بروبوزل اللي هو بروجكت، وعندي بعد كده يطلع من البروبوزل ده يطلع ايه؟ بيبر. ما انا اطلع الداتا واحطها في البيت عندي في الثلاجه، اطلعها فين؟ في بيبر. والبيبر دي لازم تكون عالميه. يعني ايه عالميه؟ يعني موجوده على النت وكل يشوفها، مش حاططها تحت بير السلم وخلاص نشرتها وانتهينا ومحدش يعرف عنها حاجه. نو لازم تكون في بير، بنسميه كده بير ريفيو جورنال، انترناشونال جورنال. انترناشونال ممكن يكون في مصر، مش معناها انه في امريكا ولا في، لا المهم ان هو له ايه؟ سايت على النت وبينشر ومعروف عالميا واخد رقم والى اخره، واني بادي كان اكسس اتليست الابستراكت بتاع البيبر. اوكي؟ ده لما تعمل مشروع وينجح وتطلع منه داتا، تاخد الداتا دي مش تعمل مشروع عشان تاخد فلوس وتحطها في جيبك وتشتغل تشغل ناس معاك، لا لازم تطلع منه بيبرز، والبيبرز دي لازم ايه؟ تتنشر. ولازم تتنشر فين؟ في مجله الناس كلها بتقراها. دي المرحله الثانيه. المرحله الثانيه الثالثه لما تبقى انت بقى راجل كباره في المجال بتاعك ومش عارف ايه وبتاع، ممكن تكتب ايه؟ في حاجه ما بين الاثنين، ما بين البيبر وما بين الشابتر اللي في البوك، بنسميه، لان البيبرز نوعين الاساسيه، يعني نوعين. اوريجينال بيبر يعني انت عملت اكسبيرمنتس وطلعت ريزلتس وبعدين ناقشت الريزلتس دي وحطيتها في بيبر، وفي طبعا طول وعرض ودرجه حراره ومش عارف ايه وفاريبلز كتير جدا، وطلعت الكونكلوجن ونشرتها في البيبر دي. اوكي؟ ديت اول مرحله بنسميها اوريجينال بيبر. يعني ايه اوريجينال؟ يعني فيها الداتا وفيها الريزلتس وفيها الميثود وفيها الريزلتس وفي كل حاجه. وحتى بنسميها اوريجينال ليه؟ لان لازم الكونكلوجن او المسج اللي طالعه من البيبر لازم تكون ايه؟ اوريجينال. يعني ايه اوريجينال؟ عشان واحد يحب يعاكس واحد يقول له، او يقول له ده انت راجل اوريجينال. يعني ايه اوريجينال؟ اوريجينال هي بس بالفرنش تقريبا نفسه. حد عارف هنا فرنش؟ اتكلم براحتي بقى. المهم فاوريجينال يعني اصليه. يعني ايه اصيله؟ اصيله يعني
يعني محدش عملها قبل كده، يعني the first time to be recorded. في نوع تاني من البيبرز اسمه review article. يعني ايه review article؟ واحد زي حالاتي، واحد زي حالات حضرتك اسمه ايه؟ ها؟ ها؟ ايه؟ سارة. سارة معلش سارة اسم رائع واسم يعني له دلالات كبيرة. فسارة مثلا شغالة في موضوع بقالها خمس سنين او عشر سنين وطلعت نتائج كتير ونشرتها في بيبرز، فبقت مشهوره في الحته دي. فممكن جدا ان هي بقى تكتب تجمع شغلها ده وتقارنه وتناقشه بالاخرين وتكتبه على هيئه ايه؟ ريفيو ارتكل. ده مش اوريجينال بيبر، لا ده مبني على اوريجينال بيبرز بالجامعه، مش بيبر لا، لازم تكون عنده اكثر من ايه؟ من بيبر. وبعدين عملت وعملت اسمه ريفيو، يعني بعمل ايه؟ ريفيو كده للليترشر وبحطه فيه انكلودنج ماي بيبرز. حاجه طبعا بقى اللي هي الاخيره اللي زي ما قلت لكم اللي هي الايه؟ طيب عشان كده لما اجي اكتب بروبوزل، ايه الفرق بقى ما بين البروبوزل وما بين البيبر؟ على فكره دي كونسبتس عامه طبعا، انا لسه يعني انا يهمني ان انتوا تبقوا عارفين الكونسبت بتاع الموضوع، لان مش معقول اقول لكم تكتبوا مشروع ازاي وتعملوا ازاي من غير الكونسبت. فالكونسبت دي فيري امبورتنت. ايه الفرق ما بين البروبوزل اللي هو البروجكت يعني زي اللي قال عليه الدكتور فتوح؟ الدكتور فتوح قال ان انتوا ان شاء الله الحمد لله وان شاء الله انا برضه بروح اراجع مشروعات منها الطلابيه، فان شاء الله هو مقبول يعني. فده مشروع بروبوزل كليه الصيدله قدمته لانشاء ريسيرش لاب في الكليه. اوكي؟ ايه الفرق بقى ما بين البروبوزل وما بين البيبر؟ حد عارف؟ لو ما حدش قال انا همشي. ونعمل محاضره ثانيه اسمها الفرق ما بين البروبوزل والبيبر. عبد الحميد مش عايز يمشي. طب حد ثاني من الفيميلز؟ ايوه كده اتفضل. لا عايز صوت عالي. تمام برافو. طيب قول يا عبد الحميد. تمام تمام نهاية. طب انا هضيف ان البروجكت انت لسه بتشتغل. انا قلت على فكره كلمه بروبوزل اللي هي البروجكت، البروجكت كلمه لاتينيه، كلمه لاتينيه معناها برو واجكت، اللي هي جايه من كلمه لاتينيه اسمها برو ايسيري. برو ايسيري يعني انك بترمي، معناها كده باللاتينيه بالظبط بترمي حاجه ولكن حجر وما انتش عارف هيوصل ايه، انت بترميه الهدف وما انتش عارف هيوصل للهدف ده بس بترميه. والبروبوزل حتى في الانجلش لما واحد يخرج في واحده بيعمل ايه؟ بروبوزلها يروح ايه؟ يخطبها. اوكي؟ يقول لها انا ام كامينج تو جوينج تو بروبوز يو، يعني ان انا ايه؟ فهو في الحاله دي اكسبتد فور ايه؟ فاذا اللي راح يخطب واحده ده هايبوثيسز ولا لا؟ عند بعض الناس طبعا يعني بالنسبه للاب على الاقل يعني. فهايبوثيسز ممكن تبقى وممكن يكونوا متفقين وكل حاجه وتبقى ريجكتد عشان يعرف انت عامل يقول لك احنا متفقين. لا ممكن تطلع ظروف وتبقى ريجكتد. اذا في النهايه مش هتبقى بعد ما يتقابل بقى من الاسره ويدخل ويتفق بتاع يبقى ده الفيبر طلع بايه؟ او بدايه الفيبر يعني او بدايه المشروع. اذا اللي انا عايز اقوله ايه؟ البروبوزل او البروجكت مبني على hypothesis، يعني ممكن تطلع وممكن تبقى accepted وممكن ايه؟ يبقى rejected. accepted يعني اللي انت propose في البروجكت ان انا هعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه. طلعت معاك زي ما انت كنت متوقع. يعني حتى لما تيجي تكتب المشروع بتقول بتستخدم دايما ال future ايه؟ tense. انما لما تيجي تستخدم البيبر بتستخدم ايه؟ الباست تنس. ليه؟ لان البروبوزل
كله لسه هتعمله، كله anticipated. حتى النتائج لما تيجي تتكلم عليها هتقول لازم تحط قبل كلمة results anticipated أو expected results، لأنك لازم تقول زي ما لو جات فرصة وراها. إنما الفيبر اللي أنت كنت anticipated في البروبوزل طلع معاك وبدأت تنشر فبتتكلم في الريزلت سيكشن بالتحديد، يعني في الزمن الباس، لأنك حاجة عملتها وشفتها وطلعت حاجة نتائج مجربل. مجربل يعني إيه؟ يعني إما وزن، يا إما طول، درجة حرارة، عملت علاقات وعملت ستاتستكس أو لا. فإذا الفرق ما بين الفيبر والبروبوزر إن البروبوزر يسبق زي ما أنتوا قلتوا، وحاجة أنت unknown ولسه حاجة تعمل لها تيست. hypothesis driven يعني لازم تبقى مبنية على hypothesis، والhypothesis دي ممكن تبقى accepted أو rejected، لكن عادة المفروض أنت لما بتكتب البروبوزل بتبقى بتقنع الريفيور اللي هي بتبقى accepted. أوكي؟ وبعد ما بيطلع يخلص البروبوزل بتكتب البيبر بتاعه. ده الفرق الكبير ما بين البيبر والبروبوزل. طب عشان تبتدي ريسيرش هتبتدي بيبر ولا تبتدي بريسيرش؟ عشان تشتغل في ريسيرش تبتدي بايه؟ ها؟ بريسيرش. طب عشان تبتدي بريسيرش في مصر الناس بتشتغل في ريسيرش بطريقتين. اوكي؟ طريقه برايفت يطلع من جيبه ويشتغل، وطريقه ثانيه عن طريق ايه؟ يجب يكتب بروبوزل ويقدمه لجهة، والجهة دي ايه؟ تديله دعم. وطبعا الجهة دي عشان تديله دعم لازم تمسك البروبوزل ده وتقراه وتبعته لمين؟ للمحكمين. يعني انا لسه جاي بالمناسبة ليكم عشان انتوا لسه صغيرين، ممكن يتناسب معاك مع المرحلة بتاعتكم، مؤسسة فريد خميس، محمد خميس. فلسه جاي لي كام بروبوزل كده احكمهم عشان ناس اندر جراديت زيكم كده يعملوا ريسيرش ويسافروا بره. فطبعا لما قريت لقيت في تفاوت، في ناس كاتبه صح وفي ناس مش كاتبه صح وفي ناس مهبله. فطبعا مين اللي هيبقى اكسبتد من الناس ديت؟ اللي كاتب ايه؟ اللي كاتب صح. فالمفروض بناء على النهارده او بناء على الايفنت او اي بعد كده، لان احنا بندي كونسبت مش بندي، لان الكلام ده محتاج وقت كتير جدا. يعني على الاقل عشان تعرفوني انا مدير مركز المشروعات، فاللي عايز حتى لان جزء من مركز المشروعات في مكتب هو عباره عن ثلاث مكاتب. المكتب الاولاني اسمه مكتب المشروعات والتعاون الدولي، مكتب ثاني اسمه نقل التكنولوجيا، مكتب ثالث اسمه الملكيه الفكريه وبراءات الاختراع. اوكي؟ فممكن اللي عايز يكتب مشروع اهلا وسهلا، نيجي نديله كل اللي هو عايزه من خلال مكتب المشروعات والتعاون الدولي. اذا لازم تتعلم ازاي تكتب مشروع، ويعني ايه مشروع، وايه مكونات المشروع. ده اللي يهمني. اوكي؟ ده اللي يهمني جدا بالنسبه لك، لانك هتتعرض في جميع مراحل حياتك انك تكتب مشروع. حتى لو كنت رايح تقدم في شركه، احيانا يقول لك في الانترفيو اعمل لنا مشروع صغير كده نحكم عليه دي. وممكن جدا المشروع يبقى من صفحه الى 50 صفحه، لكن حتى لو صفحه يوازي 50 صفحه. ده ليه؟ لما تيجي تكتب مشروع اي حاجه بتعملها في البحث العلمي، سواء بيبر او حتى اسي مقال او رساله اللي هي ماجستير ودكتوراه او البيبر، سواء كانت اوريجينال بيبر او ريفيو ارتكل او بوك شابتر او اي حاجه، لازم تبقى متمكن انك تعمل حاجه اسمها ابستراكت او سمري، ملخص. الملخص ده تشالنج، تحدي فعلا، لانك انت لو عندك المشروع 50 صفحه وممكن في مشروعات 100 صفحه، لازم تلخصه في ايه؟ في صفحه. فتشالنج، مش تشالنج في لو هو بالانجلش انك تكتب انجلش، لا، انك انت تلخص الافكار دي كلها. فطبعا هي صعبه، فانت لو التزمت برولز معينه هتلاقي وانت قاعد كده بسهوله انك انت تكتبها زي ما بوريكم الاستراكشر بتاع البروبوزل عباره عن ايه؟ ان الاستراكشر بتاع البروبوزل مختلف عن الاستراكشر بتاع البيبر.
اوكي؟ طيب فاحنا قلنا طريقه الفايروس وعارفين ايه الجهات اللي هي بتدعم الريسيرش في مصر او في العالم؟ حد تعرض للموضوع ده؟ حد فكر يكتب بروبوزل قبل كده؟ حد عايز يعمل ريسيرش؟ ها؟ حد جاي عشان ياخد الشهاده النهارده؟ ها؟ الكل جاي عشان ياخد الشهاده. مفيش شهاده؟ لا لازم تكون شهاده. طيب حد عايز يعمل ريسيرش فعلا؟ مين؟ لا معلش، لا ما تتكلمش بالنيابه عنه. حد عايز يعمل ريسيرش؟ مش عايز تعمل ريسيرش ليه؟ ها؟ اللي عايز يعمل ريسيرش ارفع ايده. لا ارفع ايده. طب عايز تعمل ريسيرش؟ ها؟ الاربعه دول عايزين تعملوا ريسيرش ولا ريسيرش؟ طب النص ونص؟ يعني معظم الناس على فكره انا عايز اقول حاجه، من صفات الريسيرشر، من صفات الريسيرشر ان هو يكون مقدام. يعني ايه مقدام؟ يعني ما يخرجش. انا عايز اجيب لكم معلش حد، انا الكمبيوتر ده بصراحه مش انا مش واخد عنه، هات لي اعمل لي صوتي كده للسلايد يمكن تكون هنا بقى. هاتي اخر واحده كده نهائي. لا دي صفات صفات الباحث. من ضمن صفات الباحث ان هو يكون مش شاطر، لانك لو شاطر لانك لازم تشتغل في تيم وورك. اوكي؟ فالتيم وورك هيبقى فيه ميلز وهيبقى فيه فيميلز وهيبقى فيه ابيض واسود وهيبقى فيه واحد كبير وواحد صغير وواحد بيتهته وواحد بيفكر وواحد بينفذ وهيبقى في واحد زي كده وواحد صوفت وكويس ولا فحتى انتوا لما بتيجوا تكتبوا في السي في بتاعتكم في جزء كده يقول لك ان هنا ايه؟ اي كان ورك اندر بريشر، مش كده؟ ده مش منظر؟ لا. فلازم انا يعني انصح كل من يعمل ريسيرش ابداع بمعنى الكلمه، ابداع كرياتيفيتي، كله كرياتيفيتي وكله تخيل وكله، وبعدين يتحول التخيل ده الى ايه؟ الى واقع لو امكن. وكل الناس العباقره اللي عملت اضافات للريسيرش، عشان كده دايما تقول للريسيرشر لازم يبقى شجاع ويفكر. شجاع ايه؟ ادبيا وعلميا. ادبيا يعني I don't feel shy. اوكي؟ ممكن اتكلم حتى ولو خطا، لانك انت مش لما احنا قاعدين دلوقتي نتكلم في موضوع معين مش بنتكلم في الموضوع ده مواد علميه وحافظينها في كورس وبنسمعها. لا، ده ريسيرش انك بتدور على حاجه ايه؟ النوم، او بتفكر بطريقه كرييتيف على حاجه النوم. فلما تفكر في حاجه النوم لا انا ولا انت عارفينها، فاذا ما تستهونش ابدا باي فكره جواك، لان ممكن دي تكون الفكره الصعبه. عشان كده في المذاكره تذاكر لوحدك، لكن في الريسيرش لازم تشتغل مع الايه؟ مع الاخرين. في حاجه اسمها تيم وورك. تيم وورك ده له كبير. الكبير ده اسمه ايه؟ برنسبل انفستيجيتور، بي اي. نروح امريكا كده ان شاء الله او اوروبا، البي اي ده حاجه كبيره جدا. ما تعرفش تتنفس الا لما تروح للبي اي، هو كبير. ممكن ما يكونش رئيس جامعه ولا وكيل ولا كليه ولا لا لا الكلام ده بيبدا، ممكن يكون استاذ مساعد صغير من اول طبعا استاذ مساعد. بس بي اي، بي اي يعني ايه؟ معاه مشروع. يعني ايه معاه مشروع؟ يعني فاندد. يعني ايه فاندد؟ يعني معاه ماني. يعني ايه معاه ماني؟ يعني يديك مرتب ويجيب لك الكيميكال ويجيب لك الاجهزه، يعني هو اللي هيشغل لك الايه؟ المعمل. من غيره روح. البي اي ده معاه ناس اسمها كو برنسبل انفستيجيتور، او له نائب اسمه كو برنسبل انفستيجيتور، نائب واحد. وبعدين له كو انفستيجيتور، يبقى في برنسبل انفستيجيتور وفي
co-principal investigator اللي هو نائب لي، وفي co-investigators مش co-principal investigator اللي هم المساعدين العادية اللي ممكن يبقى فيهم ناس مبتدئين زي حالاتكم كده. ممكن يصل التيم ورك ده الى 20 واحد او اكتر. يعني انا معايا مشروع فيه 15 واحد ومنهم ناس من مدينة مبارك ومن هنا ومن هنا بيساعد بغض النظر عن الاسماء. انا مطلوب مني كـ PI اللي هو البرنسبل انفستيجيتور ان انا اتعامل مع الناس دي واحاول ان انا ما اختلفش وهم كذلك. فاذا من صفات الباحث عشان تشوف انت فعلا ممكن تبقى باحث وتدرب نفسك على كده. يعني انا وانا لما ابتديت كنت فعلا شاي شاي جدا ان انا اتكلم في وبالتدريب اتخلصت من الجزئيه. فعلى المستوى الادبي ما كنتش شاي، وعلى المستوى العلمي برضه مش شاي. يعني ايه على المستوى العلمي؟ يكون عندك فكره ما تقولش لا ده انا لو قلتها ده هتحق عليا، لا خالص، لان هي دي اللي ممكن تكون مصدر الهام البي اي، والبي اي دماغه معموله في حاجه محدده. فدي صفات الباحث. ايه صفات الباحث؟ نعملها لكم باللغه العربيه عشان الامانه العلميه. اول حاجه الامانه العلميه. قبل ما تفكر تشتغل في ريسيرش، لو انت من النوع اللي بيستهبل ما تشتغلش، لو انت من النوع اللي بيستهتر ما تشتغلش بحث علمي، خاصة الصيادلة. لو انت مستهتر في حياتك يا عم يلا هتمشي يا عم، حد واخد باله مش عارف ايه، هو يعني فرقت 0.2 فرقت واحد، لا يبقى ما تشتغلش في بحث علمي. هات الدنيا في ان شاء الله، والدواء هيبقى كارسينجينيك. عارفين كارسينجينيك يعني ايه؟ يبقى الامانه العلميه دي فيري امبورتنت. والامانه العلميه لها ثلاث اجزاء، دول لازم تكون عارفينهم. انا بتكلم على الكونسبتس عامه، يعني لو مش موجوده فورجيت ات. يعني احنا مش جايين النهارده عشان نتحاور ونتكلم ونبقى حضرنا رساله الدكتور محمد الخاص بيه، لا، لازم فعلا اللي هو انا بتوقع ان اللي جايين دول يبقوا صيدله بقى عدد كبير بسم الله ما شاء الله، مش عارف كام صيدله خالص مش كده؟ فطبعا اللي يجي منها هم متطوعين 200 او حاجه، فده شيء رائع بمعنى الكلمه. وانا اشهد كلمه صيدله دي حقيقي. فالثلاث حاجات دول اللي هم الامانه العلميه. هي صار كل اول لحظه كده. لا؟ ايه؟ ايوه عباره عن ايه بقى؟ ايه هي دي؟ طب تاني واحده اسمك ايه؟ لا حنان؟ قول يا حنان تاني حاجه ايه؟ طب اسمك ايه؟ اللي قبل يوم قبل كده ايوه ايمان؟ قول يا ايمان تاني واحده باليش يا اسم. يبقى ثلاث حاجات يا دكتور احمد كلهم بالظبط ايوه وكلنا. طب يعني قبل ما الدكتور احمد يقول الكونستيوشن، طب ده كان ليه ايه؟ ها؟ اسمها انك تعمل حاجه مالهاش اساس. يعني واحد ما اشتغلش بحث علمي وجايب لي نتائج مش بعقل، جايبها منين؟ انما دي اكثر ضررا من ايه؟ من الاولى. الاولى عباره عن ايه بقى؟ قول يا دكتور احمد. لا مش شخص، ده تعمد. على فكره الثلاثة دول تعمد. تعمد يعني يعني عنده الكونسكيشن، عنده نتائج 1.2. يعني على سبيل المثال لما تيجوا تشوفوا الدراج دي الموت الكانسر سنة هي بيتحسب معادلة كده اللي هي ال سي 50. يعني الدور بتاع الدراج اللي عندها 50% من خلايا الكانسر تموت. اوكي؟ ده فيري امبورتنت. فنجيب الخلايا ال وعليكم السلام ورحمه الله.
ففي فكره خاصه ال LC50 very important. فممكن واحد يصلحها طلع معايا 1.5 مللي جرام في المية. دي موجوده 50% من المدير الفني بناء عليها يبتدي يحكي ويعدي. وبعدين بعد ما طلع كده ممكن يقول لك ايه ده انا بتاع الابحاث العلميه دي في البيبر الفلانيه او زميلي عملها مكان تاني بتاعه طلعت ايه 1.3 هو طلع 1.2 وانا تحت عشان دي انا اخليها 1.3 دي ممكن معناها فراكشن 4.1 اللي انه فيري كريسكال فيري كريسكال اوكي يعني ممكن يجيب الدرجه من ان هي لها سيفتي عاليه الى ان لها ايه؟ توكسيستي عاليه جدا جدا لان في الدرجز ممكن في كاينتكس للدوزنج سيستم فيري امبورتنت فلازم يكون الكلاسيفيكيشن ان انت اللي هو الاستهبال ده الواحد بيجيب له حاجه وده شعر عندي انا عندي الفابريكيشن طبعا ده كلنا عارفينه بنستهبل بقى خالص ده جاي حاجه ما لهاش اساس فده يعني اقصى ضرر البلجرزم بقى اللي هي دي في السنه القادمه يعني وما اقصرها في مصر على مستوى الامر جاد والبص جاد يعني لو طلبت من سعادتك تعمل مقال او تعمل ريبورت تقول الدكتور طلب منك في الكليه انك تعمل مقاله في موضوع معين او ريبورت او تعمل رساله ماجستير بعد كده او دكتوراه ان شاء الله ممكن جدا تلاقي الناس اللي بتعمله في الانترودكشن وفي الريفيو وفي الليترشر ان هم يجيبوا اجزاء يقروا بيبر وطبعا النت دلوقتي كان زمان بتتكتب بالانجليزي حتى ما بتكتبش ده بيعمل كوبي اند بيست ودي حرام قطعا وشرعا وكل شيء اوكي لان انك بتاخد عمل غيرك اللي هو بذل فيه مجهود غير عادي لو سنتنس واحده السنتنس دي عشان يكتبها بهذا الاسلوب عمل نتائج جاب بروبوزل واشتغل وجاب فلوس وشغل المعمل سنه وسنتين وثلاث وبعدين طلع النتائج والنتائج دي نشرها وكلفت وبهدل من الريفيورز وبتاعه في الاخر بقت استبلش وقام عاملها كاين دي مسج ان وان سنتنس اللي هو اكس زائد واي بين في وبالتالي ده يؤدي الى كذا كذا وبالتالي السيجنفكنس بتاعها الى كذا وبالتالي ممكن نستخدمها في كذا قمت انت سيادتك واحد ده كله وخدت الخمس ست بتوعه ورحت حاططهم فين؟ ان ده شغلك انت يبقى ده حرام قطعا. طبعا احنا بنقول حرام قطعا هنا لان احنا مسلمين واصحاب ديانات لكن حتى بغض النظر عن الديانات الناس اللي هم اللي هم مش ايثيست يعني ومع ذلك في العلم ده ممنوع تماما ودخل السجن لو اتمسك لو في قوانين وفي قوانين ف very important ان البحث العلمي يتحلى بالامانه العلميه الجديه بتتكلم في العلم مش هزار اوكي ممكن اثناء الكوفي بريك او ممكن اثناء البرزنتيشن واحد يعمل برزنتيشن بتاع ممكن تتخللها اتس اوكي لكن بتتكلم بقى في العلم ومعطيات ومش عارف ايه لا 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 دي مش فيها ايه لازم تبقى امور سيريس جدا جدا واحنا طبعا في النهايه احنا انا بعول ودي حاجه يعني انا سعيد بها جدا انا جيت من امريكا بقى لاربع سنين اول ما جيت كانت الامور راكده جدا حدث حقيقي ريفوليوشن بس غير منظمه مش جابر الريفوليوشن السياسيه لا انا بتكلم على العلمانية فعلا حدث اللي انا شايفه ريفوليوشن على مستوى الاجيال الصغيره اللي هم الاندر جرادويت بالذات زي حضراتكم كده والبوست جرادويت بس اكثر في الاندر جرادويت ناس متحمسه جدا للعلم وعايزه تشتغل وهو الاخر فممكن جدا ده لو ما تنظمش يبقى مشكله كبيره فالجديه المعامله الحسنه معروفه لازم الواحد يبقى جنتلمان حتى لو جاي من البيت بتضايق او بتاع ما يعكسش لان تعرفين الساينس او الريسيرش بالذات بيعتمد على الجاد فيلينج
جاد فيلينج ده اكسبريشن يعني بيتقال اللي هو مش عارف اقولها ازاي اللي هو شعوري الداخلي يعني بالاضافه طبعا الى المعاملات العلميه. الطموح التعاون طبعا لان احنا زي ما اتفقنا لازم تشتغل في ايه؟ في تيم ورك، تيم ورك ده لازم يكون اخواتك بلاش اخواتك لازم يكون على الاقل كوليج يعني انتوا عارفين درجات العلاقات الانسانيه في العمل تبتدي من كوليج الى ايه؟ الى فريندز وبعدين في باص طبعا يعني. الطموح لازم يكون عندك طموح جدا عالي جدا جدا حتى لو عملت له ديسكاونت بعد كده ب 50% ستيل عالي. لازم تكون قارئ جدا ومحلل مش قارئ وبس لا انك تبقى ريدكشنست ويبقى عندك اسلوب الديدكشن الاستنتاج يعني انا بقرا البيبر دي اطلع من ايه اللي انا ممكن استفيد منها مع انها ممكن ما اكونش ريليتد دايركت للشغل بتاعي لكن ازاي استفيد منها واطبقها في النقطه بتاعتها. فالتحليل هنا فيري امبورتنت ومش كل الناس على فكره عندها القدره على التحليل عشان كده احنا قلنا التيم ورك فيري امبورتنت. هتلاقي واحد فيه هارد وركر جدا في واحد منظم جدا 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 في واحد كرييتيف جدا 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 في واحد الهاندلنج بتاعه ممتاز جدا جدا وهكذا. فالبي اي بقى بيوظف الايه؟ الناس دي واحد بيكتب كويس قوي 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 فما ينهكش المجموعه في الكتابه فالبي اي بيبقى عارف قدرات كل واحد بيستخدمها كويس. والتواضع طبعا ده الاساس مش معنى ان انت تبقى التواضع العلمي ده من اقوى انواع التواضع يعني حتى لو عرفت معلومه التواضع بيترجم الى ايه؟ ان لما حد يسالك تقول ولما تكونش عارف تسال ولما تقول الاجابه لازم تقولها بايه؟ مخلصه وتواضع عشان حتى اللي قدامك ياخدها منك باسلوب ده. طبعا ضيفوا بقى اي حاجات ثانيه انتوا عايزينها. فده باختصار انا حبيت اقوله معناها اخر سلايد لانه يعني كانت مهمه جدا. فلما نيجي يبقى نعمل كونكلوجن ونقف دقيقتين كده نشوف ارائكم. كونكلوجن هقولها في السلايد دي. What is R؟ R اللي هو ايه؟ الريسيرش. ايه الـ R؟ ايه الريسيرش؟ احنا قلنا الريسيرش searching for a known element او hypothesis بقى. ان هو research based on hypothesis. خدوا الكلمه دي research based on hypothesis لان من غير hypothesis ما يبقاش research. hypothesis انا يمكن هتعرض لها بعدين يعني ايه hypothesis؟ لانها تبقى ايه فرضيه؟ accepted origin يعني ايه؟ ابسط انواع مفيش حد في الدنيا يعمل ريسيرش من غير ما يكون عنده بروجكت. ومفيش حد في الدنيا يكون عنده بروجكت الا اذا كتبه باساس علمي. ومفيش حد في الدنيا يكتب مشروع باساس علمي الا اذا كان اول حاجه فيه الهايبوثيسس. مفيش حد في الدنيا يكتب هايبوثيسس الا اذا كانت فيه بروبلم. اوكي؟ يبقى اساس وات از ريسيرش؟ اساس الريسيرش ايه؟ اوعى تكتب والبروبلم معناها ايه؟ البروبلم ممكن تكون موجوده في البنش ده والبنش ده والبنش ده وفي اي مكان تاني. والبروبلم دي ما يكونش لها ايه؟ حل. لان لو حد وجد لها حل ما بقتش ايه؟ بروبلم. يبقى لازم تدور على بروبلم. لو مفيش بروبلم قدامك اقعد فقط. عشان كده من صفات الباحث الايه؟ القارئ اللي يكون قارئ ومحلل. لان ممكن وهو بيقرا يطلع بروبلم اللي كتب البيبر نفسها ما خدش باله منه. يعني في بنت انا ما اعرفهاش طالبه ماجستير او دكتوراه كان واحد جاي يدي محاضره وقال لي وعندنا في طنطا في علوم طنطا وهي بتقرا البيبر عشان تجمعها. وتعرفين الرساله الماجستير او الدكتوراه بتقسم الى شابتر. اول شابتر اللي هو اسمه Introduction and the End of the World. لا اول انتروداكشن ده صغير
بتقدم الموضوع وبعدين الايه بعد كده شطر اكبر اسمه الليتريتشر ريفيو او ريفيو اوف ليتريتشر. بتقول بقى ترجع بقى للليتريتشر يعني البيبرز اللي اتنشرت في هذا المجال بتجمعها وتقول هي علاقتها ايه بالموضوع بتاعك. الشطر الثالث الماتيريالز اند ميثودز. الشطر الرابع هيكون ايه؟ الريزلتس. انت عملت الماتيريالز اند ميثودز هتشتغلها يبقى بعد كده الريزلتس. بعد الريزلتس الشطر الخامس الدسكشن. برافو عليك. الشطر السادس الريفرنس. الريفرنس از فيري امبورتنت لانك البحث العلمي مش ممكن تقول اي كلمه الا اذا كانت مدعمه بايه؟ بريفرنس. يبقى نقول لهم تاني الشباب كام شابتر؟ ست. اول واحد انتروداكشن اند ايم اوبزرفر. تاني واحد الليتريتشر ريفيو او ريفيو اوف ليتريتشر. تالت واحد الماتيريالز اند ميثود. رابع واحد الريزالتس. خامس واحد الدسكشن. سادس واحد الريفرنس. اوكي؟ فهي بتعمل الليتريتشر ريفيو عادي جدا لقت مدرستين. مدرسه ده متعلقه بالمرض اللي كانت شغاله عنه توبركلوسس. فلقت المدرسه هي مش مدرسه هي قسمتهم لايه؟ يعني لقت مجموعه وهي بتجمع البيبر وبتقراها وبتحللها قدرت ان هي تصنف البيبر اللي قراتها دي بذكاء فطري منها الى تو حطتهم على الديسك كده اثنين تقرا دي بعد ما قراتهم في الاول وبعدين في الاخر لقت ايه؟ فاللي بيقصر اللي له تاثير ده تحطه اليمين واللي له التاثير ده تحطه اليمين واللي مش واضح تحطه فين؟ في النص. بتوزع البيبر كده وبتقرا. فلقت في النهايه كله اتوزع لصفين، صف يس وصف ايه؟ نو. او مش بمعنى يس اور نو، يعني واحد ماشي باتجاه معين والتاني ماشي في ايه؟ اتجاه تاني. ودول لا يعرفوا دول ولا دول يعرفوهم طبعا عن طريق الايه؟ لكن انتوا مشكله من مشاكل الريسيرش البي اي بالذات. عشان كده انا بقول لكم لو واحد قارئ ومحلل في التيمور ممكن يوجه البي اي، عارفين البي اي اللي هو ايه؟ البرنسبال انفستيجيتور، ممكن يوجههم الى حاجه عمره ما يفكر فيها. لانه ليه؟ لان انا كبي اي عندي كم مشروع ومنهمك في الريبورت ومنهمك في ده ومنهمك في ده، فالجزء التحليلي عندي مش قوي لان وقتي الا اذا في لحظه ابداع بقى ولحظه تامل هو لا. اوكي؟ لان اللي يهمني ان انا انجز المشروع اللي انا وصلت له بطريقه فعلا تحليل وابداع، فمش هقعد افكر بقى في حاجه ثانيه الا ما اخلص ده الاول، صح ولا لا؟ لان شغل دلوقتي مش هزار يعني. انما اللي معايا مثلا هو اللي ممكن ايه؟ فهي وصلت كده. قالت الناس دي مع انهم فممكن البي اي او الناس اللي على البيبر دي بيكتبوا وبتاع وماشيين مقتنعين باللي هم بيقولوه ومصرين عليه. انت عارف كل واحد بيحاول ان هو يدعم ايه؟ فكره. بيبقى انتوا عارفين في كلمه عربي اسمها بايظ؟ راجل بايظ. عارفين بايظ يعني ايه؟ جاي من ايه بالانجلش؟ بايظ. بايظ يعني ايه؟ كلمة بايظ في الانجلش معناه انه بيروح لاتجاه عكس الاتجاه التاني. يعني هواه العلمي او هواه الشخصي يميل لفلان ما يميلش، يميل للطريقة دي على الطريقة. بايظ. فدايما احنا هيومن بينج تلاقي ريسيرشر انا شغال على مشروع معين فتلاقيني باي ديفول كده ان انا بايظ بالايه؟ بس مش بايظ طبعا، بايظ بالفكر. فهي عملت ايه؟ قالت الله طب دول بيقولوا كذا ودول بيقولوا كذا. تم اصلح ما بينهم. يعني ايه اصلح ما بينهم؟ اجيب حاجه قامت ما بينهم ونجربها. لا دول قدروا يوصلوا لحاجه ولا دول قدروا يوصلوا لحاجه. طب ما لو عملنا كومن، عملنا اوفرلاب بوينتس ممكن نوصل لحاجه وقد كان. وعملوا بقى نتائج طلعت فعلا من مجرد القرايه وعملتها بيزد اون هير ريدنج. اقنعت البي اي والبي اي عمل لها تيست طلعت النتائج بتجذب كبيره جدا وعمل لها باتنت اللي هو
يعني تسجيل مراجعه الكلام. فالريسيرش لازم يكون هايبوثيسيس دريفن، والهايبوثيسيس لازم تكون مبنيه على بروبلم، والبروبلم ما يكونش لها حل قبل كده. واي ار ليه بنعمل الريسيرش؟ في مصر للترقيم. اوكي؟ احنا عايزين نتخلص بقى من ايه؟ من الفكره دي، انتوا مش عايزين تترقوا. اوكي؟ حتى لو هتترقوا ما تعملوا للترقيم، بس يبقى فيه ابداع، ويبقى فيه اخلاص، ويبقى فيه اضافه. والا يبقى نظام الانشاد نجيبها من بره. وتبقى مصيبه، فلازم لا ولا بد ان يبقى الريسيرش انت بتعمله مش لنفسك. Not for yourself. For ايه؟ For others. والاذرز دول مين؟ الكوميونتي اللي هي مصر كلها. الكوميونتي. وبالنسبه لكم الكوميونتي مين؟ مين المستفيد في الاخر؟ البيشنت. مش الشركه. اوكي؟ البيشنت. مش الشركه. البيشنت. بيشنت بيشنت بيشنت. اوكي؟ لا ده اطلب. ولا الكهرباء لا موجوده. طيب فده فيري امبورتنت. فلو هتعمل ريسيرش لازم وللاذر ما يبقاش من جيبك، لازم يبقى من خلال ايه؟ مشروع. لازم يبقى من خلال مشروع. طيب طالما من خلال مشروع، هو بقى مين اللي هيكتب وهتقدمه لمين؟ فلازم تبقى عارف الجهات اللي ممكن تدعمك جوه طنطا وجوه مصر وبره مصر. والجهات دي عندنا للعايز اهلا وسهلا، وجهات كتير جدا، وبندور على ناس. والله احيانا في برامج بتيجي ما بنلاقيها ناس تقدم عليها، وزيكم كده يعني ممكن تروح تقضي ترم بره او تقضي سمر. يعني حاليا في سمر سمر ريسيرش فورس في الان اي اتش، وطبعا الان اي اتش نروحها اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاثه يبقى يعني حاجه كبيره جدا. الان اي اتش اللي هي ناشونال انستيتيوت اوف هيلث اللي هي في امريكا، في ماريلاند في امريكا حاليا موجود. اللي عايز ممكن اديله المعلومات دي. نعم. ففيري امبورتنت ان انت، احنا عندنا مثلا جامعه طنطا بتدعم جزئيا. في مصر الخير، عفوا مصر الخير بتدعم دعم هائل للريسيرش. واحنا دعمنا ناس كتير جدا، ومن الجروب بتاعي طلعنا ناس حتى لا هم لا معيدين ولا مدرسين مساعدين، ووديناهم وديتهم من خلال طبعا مصر الخير مشكوره الى حضور كورسات مهمه جدا. بالاضافه الى اكاديميه البحث العلمي، ولها فرع هنا انا المشرف العام عليه، والصندوق كبير جدا جدا اسمه صندوق التنميه العلوم والتنميه التكنولوجيه. من اول الاندر جرادويت لحد الاساتذه اللي عايز، فما تفكروش في الجهه دي خلوها. المهم الاول يبقى عندك فكره ومشروع. هتعمله فين؟ هل انت تستطيع تعمل الريسيرش ده في صيدله ولا في علوم ولا في طب؟ واضح. لو ما عندكش ارجع لاهل التخصص والخبره وقول لهم انا عايز الفكره دي وعايز اعملها فين؟ لانك ما تقدرش تكتب الا لما تحدد المكان اللي انت تشتغل فيه، لان المكان ده لو ما فيش الامكانيات يبقى فانت احيانا مضطر انك انت توظف البروجكت على حسب الامكانيات اللي موجوده. هتعمله امتى؟ فيري امبورتنت. هل هتعمله في الصيف، في الشتاء، ولا اخر يعني؟ وبعدين الريكوايرمنتس، ايه هي الريكوايرمنتس بتاع لو حد عايز يعمل مشروع؟ اسمه كيبا؟ ايوه. لا اللي وراك. ها؟ هند؟ آية. طيب قولي آية كده فكري معايا في، لو عايزين دلوقتي احنا كلنا اتفقنا نعمل مشروع مع بعض. ما الدكتور محمود فتوح عامل مشروع تقريبا طلاب. طب عايزين نعمل احنا النهارده مشروع.
بغض النظر عن الفكرة بتاعتي. عشان أعمل مشروع أنا عايز إيه؟ إيه اللي يكون الـ requirements المتاحة عشان أبتدي في كتابة المشروع؟ قولي لي ولو واحد منهم. التنظيم، تنظيم إيه؟ برافو. يبقى أول حاجة برافو عليك، أول حاجة زي ملكو قالت عليها إن وجود، هنلخصه وجود بي آي، لأن ممكن يبقى عندك فكرة. اسمك إيه؟ محمود؟ مؤمن. أسماءك رائعة، أسماء صيدلانية. طيب مؤمن، هيقول لنا يعني ممكن مؤمن يكون هو مش البي آي، يعني الفكرة بتاعه مؤمن، ولكن لأنه مؤمن بيها فممكن يقول لواحد تاني إن هو وليكن آية هي اللي تبقى البي آي. فمش ضروري إن أنت تبقى البي آي، فلازم زي ما آية قالت تحديد البي آي، من هو البي آي. طيب حد يضيف تاني؟ مش البي آي وبس، البي آي والإيه؟ التيم وورك. والتيم وورك لازم نحدد منه مين بقى اللي هيشيل الليلة على كتابه اللي هو البي آي. أوكي؟ طيب إيه تاني من الريكوايرمنتس؟ أيوة اتفضل. اسمك إيه؟ ألاء؟ قولي ألاء. برافو عليك، برافو. زي ما ألاء قالت لازم يبقى عندي الأول داتا. داتا عن إيه؟ برافو عليك. فلازم يبقى عندي داتا كولكشن ريليتد للبروبلم اللي احنا للمشروع بتاعنا. اللي حتى لما أي حد بيكتب رسالة أو بيبر بيكتب ريفيو اوف ريفليكشن، هو ده تجميع الايه؟ نفس الاسلوب اللي تجمع ده. ايه تاني؟ اسمك ايه؟ قول يا احمد. محمد. ايه؟ برافو عليك، برافو. الايكويبمنتس، عشان كده ده علاقه بوير انت هتعمله فين؟ فلازم الاول وانت بتحضر لكتابه قبل ما تبتدي كتابه المشروع لازم تعرف الايكويبمنتس اللي انت عايزها ايه وموجوده فين عشان تحدد المكان. ايه تاني؟ عايز البنش ده يهب. اسمك ايه؟ يمنى. في ايه؟ تقييم. برافو عليك. يعني لما تكتبوا المشروع لازم تحدد فيه، ده جزء فعلا بيبقى موجود. برافو عليك، ده جزء مهم جدا جدا اثناء كتابه المشروع، بنسميه الايفالويشن. ازاي تعمل ايفالويشن لمنتجات او مخرجات المشروع. برافو. ايه تاني؟ مش عايزين فلوس؟ هتعملوا ازاي؟ الاسم انا نسيت، معلش. لحد حنان. لا يا حنان. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. برافو. يعني الماتيريالز اند ميثودز. وعلى فكره انا عنوان المحاضره النهارده، طبعا انا يعني ما دخلتش في صميم المحاضره، لكن مهم اللي انا بقوله ده. ولا طلع اي كلام؟ طلع اي كلام شكله؟ طلع اي كلام؟ انا بتكلم على كونسبت عامه طبعا. اسمها ريسيرش ديزاين اند ميثودولوجي، او ممكن ميثودولوجي اند ميثودز، ممكن ما اعرفش كتبتوها ازاي. ايه الفرق ما بين الميثودولوجي والميثودز؟ ده اللي فكرني بيه الجزء بتاعي. حتى الجزء ده في المشروع، عارفين مكونات المشروع ايه؟ بالظبط تقريبا زي البيبر والرسائل مع اختلاف بسيط. ايه هي مكونات المشروع؟ يا في طبعا سلايد، بس انا عايزك تيجي منكم انتوا افضل. لما تيجي تكتب المشروع ايه المكونات؟ طبعا في مكونات وفي اليمنتس. اليمنتس يعني مثلا زي ما اتفقنا مش هتكتب مشروع لازم تكتب بروبلم. مش بعد ما تحدد البروبلم هتحولها الى حل. الحل ده بيوصف على ايه؟ هايبوثيسس. الحل بتاعك يعني تحدد البروبلم الاول، وبعد ما تحدد البروبلم تصيغ الحل بتاعها لتجد الحل.
فكر في حل. بعد ما يجد الحل في دماغك عشان ما يبقاش كل واحد يكتب الحل بطريقه مختلفه، لا، المشروعات الحلول بتاعتها تصاغ على هيئه ايه؟ نظريه هايبوثيسس، سوري فرضيه هايبوثيسس، اوكي؟ والهايبوثيسس بتنكتب بطريقه معينه، لو انا عملت كذا هيطلع كذا، هيؤدي الى ايه؟ كذا. كم كذا؟ 3. لو انا عملت كذا هيطلع كما، هيطلع كذا كما، ده يؤدي الى ايه؟ الى كذا. طب كتبت الهايبوثيسس بتاعتك اللي هي الحل بتاع المشكله، الهايبوثيسس تبتدي تحدد الايمز بتاعتك، تحدد الايه؟ الايمز بتاعتك. لو انت كتبت الهايبوثيسس بالشكل ده تقدر تحدد منها 3 حاجات. ايه هما؟ الكذا الاولانيه، اول كذا تحدد منها ايه؟ الشاطر يقول لي ها؟ لا، الطريقه دي حاجه هيدن كده زي الطاقه جوه، فدي حاجه بنتكلم على الكونسبت مش بنتكلم على الاليه، بنتكلم على ايه؟ على مستوى الهايبوثيسس، على الكونسبشوال مش تكنيكال. دي الهايبوثيسس بفكر فيها بطريقه ابداعيه. فاول كذا لو عملنا كذا دي معناها ايه؟ هطلع منها بايه؟ ده الايم مش كده؟ يبقى هطلع منها بالايه؟ بالايم بتاعي. طب كذا الثانيه لو عملت كذا هيطلع كذا، كذا الثانيه يطلع منها ايه؟ بتدل على ايه يعني؟ برافو عليك، بس مش ريزلت، قلت هنحط قبلها كلمه ايه؟ اكسبكتد ريزلت او انتسبيتد ريزلت. طب كذا الثالثه اللي هي، وعلى فكره خلينا عشان ما نلخبطش الدنيا، الجزء كذا الثالثه هتؤدي الى كذا، دي معناها ايه؟ السيجنفكنس. السيجنفكنس ايه؟ او الابلكيشن او اول اخر. يبقى انا عندي من الهايبوثيسس مكوناتها ايه؟ على الاقل كم مكون؟ 3. والهايبوثيسس بتشكل الايه؟ الحل بتاع الايه؟ بتاع البروبلم. لو عملت كذا هيطلع اكسبكتد، وفي الهايبوثيسس لما تقول لو عملت كذا ما تقولش وي مايت او ات مايت او ات وود، نو ويل، لانك لازم تبقى واثق من الايه؟ من الهايبوثيسس بتاعتك. ويل على طول، لو عملنا كذا اف وي دو ذات وي ويل جيت ذات. طيب اللي هي الاكسبكتد ريزلت، وبعدين الثالثه اللي هي السيجنفكنس، ان نطلع منهم 3 حاجات. بعد ما تكتب الهايبوثيسز بتقوم محدد الايمز بتاعتك. الايمز هتستخلصها منين؟ من الهايبوثيسز. افرض عندك 1 ايم، يبقى كذا الاولانيه هتبقى ايه؟ ايم واحد. افرض عندك 2 ايمز، يبقى كذا الاولانيه كام ايه؟ هيبقى اف وي دو كذا اند كذا. يبقى اللي قبل اند الاولانيه ايه؟ واللي بعد اند ايه؟ انتو. ويفضل وانت بتكتب مشروع ما يزيدش عن 2 ايه؟ لو انت مبتدئ ام واحد، يعني ممكن 2 ايمز، ممكن 3 ايمز، لكن ما تكترش عن كده. ليه؟ عشان يبقى المشروع متكامل وقادر تسيطر عليه. فاللي زي حالاتكم كده كفايه ام واحد فقط لا غير يعني. If we do that, we'll get that, okay؟ الانتسبيتد ريزلتس اللي هو الجزء الثاني، والسيجنفكنس بتاعها، دول الاساسيات بتاع المشروع اللي لازم تكون عليه. لكن لما تيجي تكتب بقى المشروع، ايه الشابترز اللي هتكتب عليها؟ مشابهه للثيسيس للرساله، اللي هي اول حاجه ايه؟ انتروداكشن اند ايه كونسول. ثاني حاجه التريكشر ريفيو، مع اختلاف الاسماء في المشروع مش هتقول التريكشر ريفيو، هتقول باك جراوند اند سيجنفكنس. والانترودكشن ممكن تسيبها زي ما هي، انترودكشن اند ايم، او انترودكشن وخلاص، لان الايم لازم يكون في الصفحه الواحده. بعد الليترشر ريفيو بتقول ايه بقى؟ بس ما تسمهاش بقى الاختلاف في الاسماء، بس بتقول ريسيرش ديزاين اند ميثودولوجي، وده عنوان المحاضره بتاعنا، ريسيرش ديزاين اند ميثودولوجي. يبقى ده شفره رقم كام؟ 3.
شفت رقم ايه؟ لو في ابستراكت بس مش انا عندها ما تتعدش دي لوحدها. يبقى اول حاجه انتروداكشن ومعنى الان طبعا، ثاني حاجه الباك جراوند اند سيجنفكانس، ثالث حاجه الريسيرش ديزاين اند ميثودولوجي. ده ذا موست امبورتنت. بعد ما يكون الريفيور قرا البروبلم بتاعته في الانتروداكشن وقرا الهايبوثيسيس وقرا الانت بتوعه صفحه او صفحتين، لان هي دي بقى ايه اللي ممكن يكمل او ما يكملش. اقنعت بالبروبلم بتاعته اللي هي، وطبعا انا هديكوا سلايد دلوقتي اعتقد برضو انها موجوده تاكد لك ازاي. اعتقد لا في الاخر. طبعا انا ممكن اديكوا البتاع ده مش مشكله محاضره ثانيه، لكن في سلايد اتمنى انها تكون موجوده تحدد لك ازاي انت تعرف المشكله بتاعتك جديده ولا قديمه، بمعنى اصح لها وجود ولا لا. اعتقد في الثاني. المهم بعد الريسيرش ديزاين اند ميثودولوجي ما نخلط نكمل بعد الريسيرش ديزاين اند ميثودولوجي في ايه؟ لا في حاجه قبل الريفرنس الميثود. يبقى في فرق ما بين الميثود والميثودولوجي، اوكي؟ وده انا هرجع لها وتبقى اخر حاجه اتكلم عليها دلوقتي. يبقى وبعد الميثود في الايه؟ الريفرنس. طب بعد الريفرنس في ايه؟ مش عايزين فلوس؟ يبقى لازم يبقى عندك، مش ده مشروع؟ لازم يبقى عندك ايه؟ ما الفوند هتحطها ازاي في المشروع بقى؟ بادجت. لازم يكون عندك ايه؟ بادجت. طب بعد البادجت لازم يكون عندك ايه؟ تايم تيبل. تايم تيبل يعني ايه؟ صفحه واحده كده او نص صفحه، انا هعمل الام الاولاني او الاكتيفيتي الاولانيه كذا في اللي هو الوقت بتاع المشروع، ثلاث سنين او سنه، وتقسمهم تقسمهم بشهور وهكذا. طب بعد كده اللي انت قلت عليه مين؟ الايه ولا مين؟ قالت الايفالويشن. مين اللي قالت الايفالويشن؟ الايفالويشن، اوكي؟ ده اخر حاجه في المشروع. يبقى ثاني مكونات المشروع ايه؟ الاول طبعا بس ما بيتحسبش حاجتين، التايتل، وبعد التايتل الابستراكت. لكن هنعد من بعد الابستراكت. اول حاجه ايه؟ Introduction and the end of the work. تاني حاجة ال background and significance. تالت حاجة research design and methodology. رابع حاجة ال methods. خامس حاجة ال reference. سادس حاجة ال budget. بعد كده ال time frame أو timeline. بعد كده الايه؟ الايفالويشن، اوكي؟ ده واضح جدا. فالانترودكشن اند ايه؟ بتقول المشكله والحل وتصيغ الحل على هيئه ايه؟ بنصيغ الحل على ايوه اقول اسمك ايه؟ مريم؟ قولي يا مريم بصوت عالي. بنصيغ الحل على هيئه ايه؟ والله ثلاثه والله وحتى اولادي بنصيغ الحل على هيئه ايه؟ ها؟ هايبوس. والهايبوس مكوناتها ايه؟ قولي انت كيف اسمك ايه؟ ايوه اسراء. قولي لنا اسراء الثلاثة كذا بتوع ال ايوه والسيجنفكنس. قوليها لي بقى كده، لو عملنا كذا هيطلع كذا وده هيؤدي الى ايه؟ الى كذا. طيب ده في الانترو. وبعد كده في الانترودكشن هيبقى ايه بعد الهايبوثيسيس؟ الايمز. احدد الايمز بتاعتي، واحد اثنين ثلاثة. لو ام واحد هقول الاوبجيكتيفز، وفي فرق ما بين الايمز والاوبجيكتيفز.
الايمز اعم، الايم ممكن اقسمه لثلاثه ايه؟ اوبجيكتيفز. اوكي؟ طيب خلصنا من الانتروداكشن اند ايم اند ايمز. بعد كده الشابتر اللي بعده ايه؟ باك جراوند اند ايه؟ سيجنفكنس. اروح للليترشر واجمع واقول ده فلان ومش عارف ايه وبتاع، كل يعمل سبورت للبروبلم بتاعتي والحل بتاعتي. في حاجة نسيت أقول لكم عليها في الباك جراوند أند سيجنفكنس، بيبقى جزء فيها، في ناس بتعمله شابتر لوحده، أنا شخصياً بعمله شابتر لوحدي لوحدي، اللي هو إيه؟ عشان تقنع الريفيور إنك أنت قاري ومحلل وعندك حاجات تعمل سبورت للحل بتاعك، ففي حاجة اسمها بريلمينري ريزلتس. بريلمينري إيه؟ ريزلتس. أنا افضل ان انتوا تخلوها شابتر لوحدها بعد الباك جراوند اند سيجنفكنس، اسمها بريلمينري ريزلتس او داتا. ممكن المصدر بتاعها ثلاث حاجات، اولا لو انت مبتدئ زي حالاتكم كده من الليترتشر، يعني يجيب داتا فيجر كده منشور ويحط ويقول زي ما فلان زي ما اكس قال او لا، ده ممكن يدي انديكيشن ان الحل بتاعي ايه مظبوط، حتى لو في سيتنج تاني. فممكن تستورد داتا من واحد تاني وتحطها وتجيب الريفرنس ده. ده لو انت ما عندكش، لو عندك بقى انت داتا مطلعها حتى لو مش منشور يبقى 10 على 10. ليه بقى؟ لان هتثبت ان سيادتك ايدك في اللعبه وعندك لاب. ما انت تطلع الكلام ده فين؟ بقول لك لا، ده الراجل ده بقى ايه؟ ويفضل اكثر انها لو داتا ايه؟ منشوره، لان معناها انها اتحكمت وتبهدلت وتوافق عليك. وممكن الاثنين. دول الثلاث مصادر. فنخليه شابتر لوحده. يبقى اول شابتر انتروداكشن اند ايم. ثاني شابتر باك جراوند اند سيجنفكنس. ثالث شابتر اللي هو بريلمينري ستادز. بريلمينري ستادز. رابع واحد اللي هو ايه؟ الريسيرش ديزاين. والباقي معروف. الريسيرش ديزاين بقى تكتبه ازاي؟ ده ناخد فيها دقيقتين وكلمة وخلاص. لأن ده فيري امبورتنت لو أنت عايز تعمل ريسيرش. إيه مكونات السكشن الشابتر بتاع الريسيرش ديزاين أند ميثودولوجي؟ الميثودز الفرق؟ إيه الفرق ما بين الاسم إيه معلش؟ الاسم إيه؟ محمود؟ أيوه أنت اللي جنب، لا اللي ورا فين مؤمن؟ هو مؤمن مش ولا إيه؟ هي إيه مؤمن؟ طب قول انت مؤمن. الفرق ما بين الميثودولوجي والميثودز. طب حد عارف؟ عارفين زي الفرق ما بين ايه وايه؟ التكنولوجي والتكنيكس. ايه الفرق ما بين التكنولوجي والتكنيكس؟ نرجع تاني للميثودولوجي. الميثودز يعني انت ممكن في الميثودولوجي تقول ايه؟ انا البنش ده الكونفرنس روم دي فيها مشاكل واحد اثنين ثلاثه، فانا هحل المشكله الفلانيه، عندي حل فلاني للمشكله الفلانيه. وعشان اعمل الحل ده هحتاج الطريقه الفلانيه. وما بين قوسين تقوم حاطط الريفرنس بتاع الميثود. مجرد تذكر اسم الايه؟ الميثود. والحل الثاني هعمله بطريقه فلانيه، والحل الثالث هعمله بطريقه فلانيه. لما تيجي بقى في الميثود هتشرح الايه؟ الميثود اللي انت كتبتها في الميثودولوجي بالتفصيل. وتقول انا ليه استخدمت الميثود دي بالتحديد مش هذا الميثود. يبقى الفرق ما بين الميثودولوجي، الميثودولوجي انت بتوصف حلولك باستخدام الميثود، اما الميثود بتشرح فيها الميثود نفسها. اوكي؟ فنرجع تاني بقى للريسيرش ديزاين اناليسيس، ايه مكوناته؟ مكوناته كالاتي. وعلى فكره كل ده اللي انا قلته كل ده موجود في، ممكن لو حبيته الجزء الثاني او يعني لو حبيته اوريكم السلايد، لكن كل ده موجود هنا. ايه بقى المكونات؟ بس انا احب البرين ستورمنج، لان لو مشينا على السلايد يعني هتبقى بورنج ان شاء الله. انما انا عايز اطلع منكم. فايه مكونات الريسيرش ديزاين اند الميثودولوجي؟ لان ده على فكره ذا موست، في ثلاث حاجات في البروجكت اللي عايز يعمل ريسيرش لازم ياخد باله من ثلاث حاجات.
البروبلم لازم تكون واضحه. وما تيجي تكتب البروبلم ما تكتبهاش كده بصوره مايعه، لا حاول ان تستخدم الكلمات تفكر فيها ازاي. يعني ممكن تقعد 30 مره لحد ما توصل للصيغه النهائيه اللي بتكتب فيه البروبلم. وكذلك الهايبوثيسيس، وما تيجي تكتب الهايبوثيسيس ما تكتبهاش بطريقه تكنيكال، لا بطريقه كونسبشوال. يعني ايه كونسبشوال؟ يعني ما تبصش على الديتيلز، بص على الصوره ايه العامه. ولما تيجي تكتب الهايبوثيسيس صوره عامه دايما فكر، لانها امر الفكره، دايما الفكره في قاعده معروفه في الكتاب الفكره اسمها ايه؟ ثينك جلوبالي اند ابلاي لوكالي. يعني الفكره بتاعتك لحل مشكله هنا تاخد صيدله، هل جامعة مصر لها علاقة بيها؟ يس. هل مصر لها علاقة بالغربية لها علاقة؟ يس. هل مصر لها علاقة بيها؟ يس. هل العالم له علاقة بيها؟ يس. إنما لو حط ويس دي برضه هتلاقيها، وده هيزود الألالات كام ريدي اللي عنده. لما تنقل الفكرة من اللوكالتي إلى الإيه؟ الجلوباليتي. ليه؟ ممكن واحد جدا لو بيكتب المشروع يقول لك إحنا لو عملنا البتاع ده الكونفرنس روم دي وصوره الاضاءه فيها اقوى، الانتر اكشن الانفراستراكشر يعني كويسه بس انا بتكلم فرضيه، الانفراستراكشر افضل وما الى اخره. ممكن يبقى فيه شاشات غيرها، ممكن يبقى فيه سيموليشن، ممكن يبقى فيه 3 دي، ممكن يبقى فيه سمارت مش عارف ايه وما الى اخره. هتخلي استيعاب العدد الاخر واستيعاب الطلبه ايه؟ اكثر. وبالتالي لما عدد الاستيعاب اللي بيحضروا الكورسات اللي زي دي اكثر هيؤثر على انتاج الكواليتي والكوانتيتي بتاع البحث العلمي في كليه صيدله، وبالتالي ده هينعكس على كليه على الجامعه ولا لا، وبعدين ده هينعكس على مصر ولا لا، لان لو السنه دي بيطلع منها 50 السنه الجايه بيطلع منها 300 فال 300 وهكذا. ممكن يؤدي الى زياده الرانكينج بتاع جامعه طنطا في المستوى العالمي في الترتيب العالمي. فانت لما تيجي تكتب الايديا لازم تفكر باسلوب سينك جلوبالي اند ابلاي ايه. ولما تيجي تفكر سينك لوكالي وعند برضه ايه؟ ايه؟ فده تاني جزء البروبلم والهايبس. تاني جزء اللي هو الريسيرش ديزاين. الريفيور لما بيقرا البروبوزل بتاعته ممكن يكون مش عايز تاخد البروبوزل ده لانه عنده زيه ومش عايز تبقى في نفسه. ممكن يكون فكره، ممكن تكون زوجته زعلان، ممكن يكون بيشرب سجاير والميزانيه بتاعته ما عندوش سجاير، ممكن جدا يكون واحد مزعله في الشغل، ممكن جدا يكون مزاجه رايق، ممكن جدا حاجات كتير قوي. هيومن بينج. فالهيومن بينج لازم تخاطبه بخطاب مختلف عن كتابه البيبر. كتابه المشروعات بنكتبها بطريقه ناريتيف يعني روائيه او قصصيه. كانك قاعد قدام محمد لبيب بتقول له والله خد بالك احنا لو عملنا كده والله احنا لقينا المشكله الفلانيه والمشكله الفلانيه دي مأثره علينا بالطريقه الفلانيه وطريقه المشكله دي بتؤدي الى كذا كذا ومبهدلانا ومش عارف ايه وما عندناش حلول ليها، واحنا قعدنا نفكر واجتمعنا وقرينا وسوينا وطلعنا نتائج مبدئيه ولقينا النتائج دي بتساعدنا ان احنا نجد الحلول الفلانيه، وعشان كده احنا الهايبوس بتاع الشغل بتاعنا كذا كذا كذا. فلو الهايبوثيسيس دي از وركينج احنا الايمز بتاعتنا 1 2 3، وعشان نعمل الايمز دي احنا محتاجين الايكوبمنتس دي ومحتاجين التيم ورك الفلاني، والتيم ورك الفلاني احنا واخدين محمد وعبد الله واسماعيل عشان كل واحد فيهم بيكملوا بعض، لان احنا عايزين واحد اكسبيرت ده واحد اكسبيرت ده واحد اكسبيرت ده، وعشان نعمل البروجكت ده احنا محتاجين الامكانيات الفلانيه، والامكانيات دي مش موجوده عندنا، احنا خلاف اول مره نعمل حاجه زي كده، فمحتاجين نشتري الامكانيات دي كما هو موضح بالبادجت، وبعدين عايزين ناس تتدرب عليها، فهنطلع ناس تتدرب عليها كذا كذا كذا. لما ننهي هذه لو احنا حصلنا على الفلوس وعملنا المشروع وطلعت النتائج ونجحت، احنا بنتوقع ان الكونفرنس روم دي تتحول الى الاكسبكتد ريزلتس يعني. ولو طلع الاكسبكتد ريزلتس دي احنا بنتوقع ان يحدث كذا كذا. ولكن يا فلان لو احنا لما نيجي نعمل المشروع ممكن يقابلنا الايه؟
ولو طلعت الرزاز احدى بتؤدي ان احنا بنفسرها بالطريقه الفلانيه وهتؤدي الى كذا كذا، ولكن احنا اثناء ما بنعمل المشروع هيؤدي الى ان ممكن تعملنا ايه؟ مشاكل، ممكن تعملنا مشاكل الفلانيه. طب لو لكن احنا عارفين ان المشاكل دي ممكن تقابلنا وبنقسمها على مشاكل اداريه، مشاكل علميه، مشاكل ايه؟ فنيه. احنا عندنا حلول بلان بي، لان اللي انت بتقدمه بلان ايه؟ هو الحل الاساسي بلان بي. عندنا بلان بي لو قابلتنا المشكله دي الحل بتاعها. وممكن حتى لو حل لو بلان بي ما اشتغلتش يبقى عندنا بلان ايه؟ سي. والمشكله دي لو قابلنا او التحدي ده لو قابلنا وهكذا. فادب ريسيرش ديزاين اند ميشن تتخطط بيه الراجل بطريقه مرنه. ازاي بقى؟ عشان برضه ما تسرحش وكل واحد فيك يكتب لا بتحدد. ريسيرش ديزاين اول حاجه تقوم قايل الايم بتاعك ايه؟ كتب سطر واحد. والايم قانونا لازم يبتدي باكشن فيرب. لازم يبتدي بايه؟ باكشن فيرب. اكشن فيرب يعني ميجر، درو، سينسايز، واو الى اخره. يعني لازم يبتدي بفيرب وفيرب اكشن. اوكي؟ بعد ما تكتب ايه 1 نقطتين فوق بعض والايه بتاعك. بعد كده تحته على طول قمت كاتب حاجه اسمها الريشونال. الريشونال يعني ايه؟ احنا بنعمل الايه ده، احنا الايه ده اقترحناه عشان كذا 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 كذا، السبب يعني. ثلاث اربع سطور مش اكثر. وممكن يكون سطر واحد، بس لو سطر واحد مش هينفع عشان هيساوي ايه؟ فيفضل انك تشرحه بطريقه جذابه. بعد الريشونال تقول له الديزاين. انت عندنا مشكله فهتعمل ايه؟ قول له والله بقى الديزاين بتاعنا ان احنا عندنا هنقيس الاول، اكتيفيتي الاولى، اكتيفيتي الثانيه، اكتيفيتي الثالثه. يبقى الايم عباره عن كام ايه؟ هيبقى اكثر من اكتيفيتي. اوكي؟ الاكتيفيتي الاولى هناخد ابعاد الترانسفورم. الاكتيفيتي الثانيه هنعمل تشيك على الانفراستراكشر. الاكتيفيتي الثالثه هنشوف مثلا الـ وهكذا بقى. السيلينج لوحده، الارضيه لوحدها، ولا هنشوف الطاقه الاستيعابيه، ولا كل ده اكتيفيتي. خلاص؟ يبقى اول حاجه الايه؟ الايه؟ ثاني حاجه الريشنال، ثالث حاجه الاكتيفيتي، والاكتيفيتي اكتر من حاجه. الاكتيفيتي بقى نكتبها ازاي؟ يعني اكتيفيتي نمبر 1 هنعمل ابعاد الكونفرنس. ده قواعد، ما حدش يكتب بمزاجه، اللي انا بقوله ده يتنفس، يبقى اخترع بعد كده. بس ده ذا سمبلست، ذا ستاندرد واي. بنستخدم قاعده اسمها 5 دبليو اند اتش في كل اكتيفيتي. ايه بقى ال 5 دبليو اند اتش؟ ها قولي لي كده؟ ايه 5 دبليو؟ اللي هم الخمس اسئله اللي هم ادوات الاستفهام اللي هم ايه؟ وات؟ why where when وهو and اتش. اتش اللي هي ايه؟ ها. يبقى كل اكتيفيتي هتعملها بهذا الشكل. يبقى اول حاجه الايه؟ الريشنال، وبعدين الديزاين اللي هو الايه؟ الاكتيفيتيز. الاكتيفيتيز 1 هقوم كاتب كده خمس سطور، ايه ست سطور. وات واي وير وين هو وبعدين اتش. وات انا عايز اعمل ايه؟ في الاكتيفيتي، اسم الاكتيفيتي. وين هعملها فين؟ هل اعملها في صيدله، في حدود، اعملها في اي معمل، وهكذا. تحدد. وبعدين وين؟ هتعملها امتى؟ في اول المشروع، في نص المشروع، في اخر المشروع، في اوله وفي اخره، طول المشروع، تحدد. بشهور. ولو سطر واحد بس لازم يبقى واحد. بعد وين في ايه؟ لا واي قلنا، احنا قلنا وات واي واي ثاني واحده بعد وات على طول واي. ليه بنعمل ده؟ وبعد كده وين؟ وبعدين وين؟ هو مين اللي هيعملها؟ محمد نبيل؟ عبد الله؟ مؤمن؟ لازم تحدد مين؟ هما في التيم ورك بتوعك. وبعد كده ايه؟ هاو هتقولها بالمسج الفلانيه، بس ما تشرحش المسج، جاست المسج الفلانيه. بعد ما تخلص الست سطور دول ارجع تاني من اول وير، لان وات بعدها واي، صح؟ فهتقول ليه وات؟
ليه انت بتعمل الاكتيفيتي دي؟ فيبقى وات وات واي بعد واي في ايه؟ ثلاثه في ايه؟ في وين وير وهو. ترجع تاني وين وير تقول ليه؟ يعني المكان ده ليه؟ مش ليه مش مكان تاني؟ وين برضه الوقت ده ليه؟ مش وقت تاني؟ هو ليه محمد؟ عشان هو اكسبيرت في وكل حاجه تحط ما بينها ايه؟ ريفرنس لو انا. وحتى هاو تحط برضه معاها ايه؟ واي. ليه المسج دي مش المسج التاني؟ كده يبقى انت خلصت الايه؟ السيرش ديزاين اناليسيس. ايه اللي بقى فيه؟ حاجتين اتنين. انا فاكرهم؟ كل اكتيفيتي غير الخمسه واي الخمسه دبليو اند اتش في حاجتين كمان لازم يبقوا موجودين. مش احنا قلنا الهايبوسس عباره عن ثلاث حاجات؟ اللي كل اكتيفيتي منهم عباره عن ايه؟ كذا الاولانيه. جزء من كذا الاولانيه، الكذا الثانيه اللي هي ايه؟ الانتسبيتد ريزلت. ده بعد ما تخلص السكشن بتاع ديزاين اللي هو الفايف دبليو اند اتش تقوم كاتب كده على اليمين جانبي اللي هو الايه؟ انتسبيتد ريزلت اللي هتطلع لك من الاكتيفيتي دي. بعد ما تخلصها يعني مثلا انت بتقول احنا هنقيس كذا كذا ومش عارف ايه الاكتيفيتي الاولانيه الابعاد، احنا بنتوقع ان الابعاد تكون كذا وراها ولا اخر يعني. طب الانتسبيتد ريزلتس بس بتتوقع الريزلتس بناء على ما تقدم الحل الثاني. ايه بقى الحاجه الثانيه؟ لا لا لسه قبل السيجنفكتس. معلش انتسبيتد ريزلتس اند سيجنفكتس بيجوا مع بعض. اوكي؟ يعني بتقول ايه النتائج الاكسبكتد والسيجنفكتس. فاضل حاجه اخيره بقى ايه هي؟ اللي انا قلتها اي واحد يعمل مشروع لو كوش سجاير اللي هي التحديات اللي ممكن تقابله. فبنحط عنوان جديد اسمه تشالنج اند الترناتيفز. تشالنج يعني ايه؟ المشاكل اللي هتقابلك والالترناتيفز اللي هي بلان بي وسي وال. يبقى ان كونكلوجن كتابه المشروع بيحتاج اناتومي وفيسيولوجي. بيحتاج اناتومي وايه؟ وفيسيولوجي. فالاناتومي زي جسم الانسان بالظبط، في حاجات مهمه جدا البرين اللي هي الهايبوثيسز والحاجات الاضافيه بتاعته كلها ارتكيليتد عشان تقوم بالوظيفه واحده. والفيسيولوجي اللي هي ازاي كل جزء بيقوم بالغرض بتاعه. فالاناتومي بتاع المشروع ايه؟ حد يقولهم لي بقى كده تبرعوا منهم كم شابتر دلوقتي؟ اعتقد سته ولا سبعه؟ اعتقد سبعه. حد من ال ايوه قولي لي انت بعد اذنك ممكن؟ ايوه يس يو نظاره ايوه ايوه الاسم ايه؟ الاء قولي الاء شابتر 1 ابي يا دول بالظبط برافو تمام. ايه اهم جزء في الانترودكشن؟ اهم جزئين البروبلم والهايبوثيسس او ثلاثه البروبلم هايبوثيسس الايمز تمام؟ طيب الاء يا مؤمن معلش انا هاجي عليك النهارده شويه حبيبي قول لي بقى ايه الشابتر 2 باك جراوند اند سيجنفكنس اللي هو بيوازي الليتريتشر ريفيو وبعدين تختمه. فحتى الشابتر ده لما تيجي تكتبه اسمه كده باك جراوند سيجنفكنس لكن لما تيجي تكتب قول وعلى فكره انت بتيجي تقول مثلا الانترودكشن بتديله رقم واحد لكن لما تيجي تكتبه جوه 1-1 اللي هو انترودكشن 1-2 اللي هي الايه؟ الايمز وكذلك الباك جراوند اند سيجنفكنس هتدي له رقم كام؟ 2 يبقى 2-1 اللي هو باك جراوند 2-2 اللي هو سيجنفكنس. طيب شابتر 3 قول لي حضرتك في الاول شابتر 3 اللي هو ايه؟ برافو عليك ريسيرش ديزاين اند ريسيرش. قولي لي بقى الاناتومي بتاع ريسيرش ديزاين اند ريسيرش الاناتومي بس. اول حاجه ايه؟ هو مين اللي بيقول انتوا ولا لا انا عايزك طب ماشي كمل انتوا وبعدين نرجع للسيرش. ها؟ اول حاجه الايه؟ الايه؟ برافو اللي هو الصف بتاع الايه؟ ولازم الايه يبتدي بايه؟ باكشن فيرب بعد الايه؟ الريشونال. لا الريشونال الريشونال يعني ايه بتعمل؟
الباك جراوند عن الموضوع ده. بعد الشمال الاكتيفيتي. حد يقول لي الاكتيفيتي الاناتومي بتاع الاكتيفيتي نفسها. يس اسمك ايه؟ آية؟ طيب قولي آية. احنا قلناهم واضحة، محدش اخترع. محدش اخترع. اللي أنا بقوله ده مش اختراع، الكل يلتزم بيه. الأناتومي اللي أنا قلته ده اللي هيكتب بروجكت يلتزم بيه. مش عايزين إيه؟ كل واحد يروح يعمل من مزاجه. اللي هم إيه بقى؟ 5 W and H ده كل اكتيفيتي. وبعد ال 5 W and H في الانتسبيتد ريزلتس، وبعد الانتسبيتد ريزلتس اند سيجنيفيكانس. عنوان واحد. والعنوان الثالث التشالنج اند الترناتيفز. ده الايه؟ ال H activity او H research activity يعني. اوكي؟ ده research design and methodology. بعد كده في شابتر اسمه ايه؟ في شابتر اسمه ايه؟ الميثود. هنشرح فيه بقى الميثود اللي احنا ولما تيجي تذكر الميثود في الميثودولوجي في الاكتيفيتي، انا هعمل الاكتيفيتي بالطريقه الفلانيه والريفرنس. هتقول كده as described in section كذا في الميثود سيكشن، عشان تخلي اللي بيقرا ما تتعبوش. يقول لك ده راجل منظم، انا هستخدم الميثود دي. بس ما تقولش بقى ايه، ما تشرحهاش، بس تقول as described في الجزء الفلاني. لانك الميثود هتقول هتاخد رقم مثلا 6 شابتر ايه 6 اعتقد. في شابتر انتوا نسيتوه يا بهوات، برافو عليك. اسمه ايه؟ Preliminary Studies. يبقى بالترتيب تاني Introduction and the aim of the work, Background and Significance. أرجوك اكتبوا الكلام ده، هو موجود على البتاع، بس يعني يا ريت انتوا نفسكم من غير حاجة تبقوا عارفينها. يعني لو قعدتوا مع أي حد في أي مكان ولو ما كتبش بروجكت قبل كده قولوا له الكلام ده. يعني Spread the word بنفسكم يعني. Introduction and the aim of the work, Background and Significance. وبعدين الريسيرش ديزاين اند ميثودولوجي. وبعدين سوري، قبل الريسيرش ديزاين اند ميثودولوجي في الايه؟ اللي هو رقم 3 بريمينري ستادز. يبقى 1 انتروداكشن، 2 باك جراوند، 3 بريمينري ستادز، 4 ريسيرش ديزاين اند ميثودولوجي، 5 ميثود، 6 الريفرنس، 7 البادجت، 8 الايفالويشن. والتايم لاين صح، التايم ممكن والتايم لاين لازم كل واحد بالظبط. يبقى كده كام شابتر؟ 9 تمام، و10 هم 10. العاشر ايه بقى؟ اي اديشنال سبورتيف ليترز اوف دوكيومنتس، او يعني مثلا لو ناشر بيبر اتاتش. لو جاي لك جواب من واحد خبير ان محمد لبيب قادر يعمل كذا وانا متعاون معاه، حطه. جواب من عميد الكليه، ده الموضوع ده مهم جدا للكليه، لازم تحطه، وهكذا. فدي اسمها الايه؟ الاندكس، اللي هو السي في بتاع الناس، كل ده في رقم 10 اللي هي السي في اند سبورتيف دوكيومنتس. اوكي؟ ده الكونكلوجن بتاع الريسيرش ديزاين. بقى النهارده عرفنا الفرق ما بين السيرش والريسيرش، عرفنا ايه مكونات الريسيرش، صفات البحث، الصور المختلفة لمنتجات الريسيرش، ايه الصور المختلفة لمنتجات الريسيرش اللي هي البيبرز، ممكن تكون اسي، تيسيس، رسائل يعني ماجستير او دكتوراه، وبعدين بيبرز، وبعدين البيبرز المعين، اوريجينال وريفيو ارتكل، وبعدين في بعد كده شابتر 1. وطبعا قبل كل ده في بروبوزل اللي هو مبني على الهايبوثيسس. بعد كده قلنا الاناتومي والفيزيولوجي بتاع الريسيرش بروبوزل. بعد كده بتقدم الريسيرش بروبوزل، وطبعا البادجت بتنكتب ازاي، كل الكلام ده مكتوب، او ممكن يبقى نعمل لها ده مش قضيه. ممكن بقى اللي هو ناوي فعلا وعنده فكره
ممكن يبقى يجي واحنا نساعد، لكن اهم حاجه انت لما يكون عندك فكره اقعد مع زمايلك، اقعد مع نفسك الاول وبعدين استشير خبير، بعد ما استشير خبير روح سجلها. والدكتور احمد عنده خبره في هذا الموضوع، مع انه هو طالب في اسنان. سجل كم واحده يا دكتور احمد؟ 9 براءات اختراع. ليه؟ عشان يحمي الملكيه الفكريه بتاعته. كده تبقى انت ايه، راجل تبقى انت حميت الفكره بتاعتك. روح بقى اتكلم مع حد زمايلك، اعمل تيم وورك، وبعدين ابتدي شوف انك هتنفذها ازاي. قبل ما تكتب المشروع، نصيحه، تروح للمكتب المشروعات في الجامعه، اسالهم ده الفكره اللي عندي وانا عايز اقدم مشروع، ايه اقدمه لمين؟ لسبب، لان كل جهه مانحه لها جايد لاينز لكتابه المشروعات، تمبلت يعني او ابلكيشن فورم، مختلفه تماما. بالعكس، ممكن نفس الجهه المانحه زي صندوق العلوم والتنميه التكنولوجيه يبقى عنده اكثر من تمبلت، يعني كل برنامج له ايه؟ ما بتخرجش عن اللي انا قلته اللي هم الاناتومي، لكن وانت الفسيولوجي مختلف. يعني اقول لك انت لازم يبقى كذا، فلما تيجي تكتب المشروع لازم تبين الاجزاء دي، والريكوايرمنتس بتختلف. فالاناتومي اولموست ذا سيم لكل المشروعات، لكن الفسيولوجي مختلف. زينا بالظبط زي الهيومن بينج، احنا عندنا معظمنا الاناتومي واحد، في هيد وفي ارمز وفي ليجز وفي ثوراكس وفي كل حاجه، لكن الفسيولوجي بتاعنا المفروض واحد، لكن طبعا في مصر مختلف. عملية طبعا مختلفة. فبناء لما تاخد بقى الجايد لاينز بتاع الجهة المانحة دي وبتاع البرنامج وتبتدي تكتب. وكده يبقى انهينا. لو ممكن نكمل لو عايزين في حاجات تانية، بس اتصور كده وجبة دسمة ونفتح بقى للأسئلة. في أي أسئلة؟ اتفضل. خليك مع فينا يا حميد، خليك عشان احيانا ما بقاش سامع قوي، فانت خليك هناك وتقرب مني عشان اعرف السؤال. او يا ريت لو في حد عنده سؤال يكتبه فرق افضل عشان المهم قبل ما اسال، قبل ما الناس تسال، أنا سؤالي أنا، هل في حد استفاد النهارده بحاجة؟ ولا كله هجايس وهجايس؟ يعني نظمت الأفكار أنا على فكرة جايب تو ليكتشرز بيلخصوا اللي أنا قلته. يو آر ويلكم أحمد عبد الحميد، ياخدهم ويحطوهم على This is not a big issue، لأنه أنت ممكن على النت تجيبوا حاجات كتير، لكن أنا حبيت يبقى في انتر أكشن ويبقى الكلام مبني على فيدباك. فهل استفدتوا فعلا ولا لا؟ طيب الحاجة الثانية، هل في حد بالفعل بعد اللي أنا قلته ده ممكن يبقى عنده نية إنه يعمل ريسيرش؟ ده اللي يرفع إيده. تمام. طيب هل حد من اللي رفع إيديهم دول عنده بروبلم محددة؟ طيب لا معلش، ارفع اللي عنده بروبلم بالذات بقى يرفع ايده، عايز اشوف. طيب ده عدد كويس، 7 كويس جدا، انا تقريبا نقول 5% من اللي موجودين. طيب انا مش مسموح اقول يعني مش عايز اناقش البروبلم اللي موجود، المهم ما يكونش بروبلم شخصيه يعني. تبقى بروبلم علميه. فلو بروبلم علميه يو ار ويلكم ان انتم تكتبوها في نص بيج، وفي سلايد ممكن في البرزنتيشن ابو حميد هياخدها، بس انتم تستخدموها عشان تعرفوا هل البروبلم دي، وبعدين تدوا البيج دي لعبد الحميد وهو يجيبها لي
وبعدين ابقى اعمل لكم اجتماع، ولو فعلا تستاهل ممكن نعمل لها دعم. مش عارف ممكن حد يساعدني بس في الليكشر 2. ده كويس جدا، ويعني لان لو فعلا مشاكل ملهاش بروبلم تبقى ممتازه جدا. الاسئله بقى لو سمحت. نمبر 2 اعملها شو. طيب اول سؤال كتبته. طب اي اسئله ثانيه؟ السلايد دي، السلايد دي مهمة جدا جدا، فيري سيمبل. على ورقة بيضة لو أنت عندك فكرة معينة هتكتب عنوانها نيدز أناليسيز. دي بتحدد فعلا لو أنت شايفين البروبلم بتكتبها، شايفين على السلايد البروبلم، وبعدين عندك سيبك من على اليمين ده مش قضية، بس دي ورقة بيضة كده واكتبها بهذا الشكل. اكتب البروبلم إيه، وبعدين الاكشوال سيتويشن ايه. لو افترضنا البروبلم هنا الاكشوال سيتويشن بتاع الكونفرنس روم، وبعدين الديزايرد سيتويشن ايه اللي انت عايزها بنتهي المشروع. اوكي، وبعدين الجاب في الوسط، انت عندك اكشوال وديزاير، لازم يبقى في جاب. يعني الجاب ده حاجتين اثنين، وات از كوزنج ذا جاب، ايه اللي بيسبب اسباب الجاب ديت. لو ما عرفتش توصل لها يبقى مش هتعرف تكتب المشروع، لان كل ده هتستخدمه في الانترودكشن والباك جراوند اند سيجنيفيكانس. وبعدين ازاي تقفل الجاب دي، هاو مايت ذا جاب بي كلوز، اللي هو حلولك انت الشخصيه، اللي هي مبنيه برضو على ايه، بريمينر ستادز او الليتريتشر. ممكن طبعا تستخدم كوتشينيت، تستخدم انترفيو، تستخدم بيبرز، تستخدم بريمينر ستادز، اي حاجه لاثبات الجاب دي. ده فيري امبورتنت سلايد. في سلايد بعد ما تعمل دي هتفيدك بعد كده في كتابه المشروع. في سلايد ثانيه اعتقد اتمنى انها تكون موجوده. شايفين ديت يعني واحد، ودي حقيقه فعلا يعني مش مجازيه بس طبعا مش للدرجه دي يعني. يعني ممكن جدا الهايبوثيسز لو انت حددت البروبلم وبعدين حددت لها الهايبوثيسز وكتبت الهايبوثيسز بالطريقه الساينتفك اللي احنا قلنا عليها، ممكن جدا على ما توصل لكتابه علميه دقيقه للهايبوثيسز بتاعتك تصل الى هذا الكم. طبعا ده بطريقه مجازيه، لكن ممكن جدا يبقى لها اكثر من فيرجن. يعني انا احيانا لما بكتب هايبوثيسز ممكن تصل الى 50 فيرجن، واسيب فيرجن 1 ما بمسحش، بستخدم حاجه اسمها تراك اند تشينجز. تراك تشينجز موجوده في الوورد، انك انت بتستخدم، وعلى انك ممكن كل مره ترجع تاني تعمل اكسبت او ريجكت. فمش ضروري ابدا تبقى الفيرست فيرجن هي الاكسبتد. فديت فيري امبورتنت انك تعمل لك نيدز اناليسيس وتقول لك فعلا هل في جاب ولا لا. لو ما فيش جاب يبقى ما فيش هايبوثيسيس، يبقى ما فيش بروبلم. في بروبلم في ذهنك لكن لها حلول انت ما تعرفهاش غيرك عملت، فلازم يبقى البروبلم لها حلول ما حدش عملها قبل كده، اللي هي الهايبوثيسز بتاعتك. كان في سلايد ثاني كنت عايز اوريها لكم. لكن اتس اوكي okay. لكن السلايد دي برضه فيري امبورتنت على التايم فريم. الموضوع بسيط جدا، ولكن للناس المبتدئين لازم كتابه مشروع كويس. انا بتكلم عن المشروعات الكبيره،
اللي هي مش اقل من مليون جنيه او حتى نص مليون جنيه اللي هي فيها اتليست وان ايم كبير، دي بتتطلب من على الاقل صوت الشهاده. وده التايم لاين اللي بيبين. ممكن طبعا في ناس بتاخد 12 شهر، في ناس طبعا ماكسيمم 12 مانس اللي هي لسه الفكر من اول الفكره ومناقشتها مع الناس فيرست دراف، وبعدين يبتدي يعمل ميتنج مع التيم ورك، وبعد كده يصل الى الفيرست دراف، وبعدين ريفايز. والريفيجن ده له قواعد زي ما قلت لكم كده، قواعد الكتابه، في قواعد للريفيجن، مش ريفيجن من ريفيور، لا ريفيجن من زمايلك او التيم ورك اللي معاك. فلما تكتب مشروع وبتعمل له ريفيجن بتعمله بواحد يكون مش في التخصص تماما، واحد في انا مثلا عامل في صيدله يبقى اوديه لواحد في تجاره، وبعدين اديه لواحد في علوم، وبعدين اديه لواحد في صيدله متخصص. واحد يديني يقول لي الكونسبت العام، واحد يقول لي الـ 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 الامور العلميه العامه، وبعدين واحد يقول لي التكنيكال بروبلمز اللي في المشروع ده لو مشروع كبير طبعا، عشان تبقى ضامن ان هو ولازم الابستراكت اللي هي احنا قلنا ملخص المشروع لازم تعكس كل مكونات المشروع وبطريقه جذابه جدا جدا. حتى في قاعده بتقول لو انت كتبت مشروع وبعدين وقعت المشروع ده الابستراكت وقعت منه في الشارع وانت ماشي وحد قراها، والابستراكت نوعين على فكره، نوع اسمه ساينتفك ابستراكت و ناريتيف ابستراكت. الساينتفك طبعا بتكتب اللي هي بالظبط زي ما احنا قلنا كده انتروداكشن وبروبلم والهايبوثيسز والايمز والاخر لحد والسيجنفكانس وهتعمله في خلال قد ايه. دي الابستراكت كانها بالظبط نفس الاناتومي اللي انا قلت لكم عليه اللي هو كام حاجه؟ تقريبا 10، بس مش هتحط ريفرنس في الـ مش هتحط الميثود في الـ في الـ وهكذا، اللي هي الحاجات تستخلص منها الحاجات الاساسيه. مش هتحط السبورتيف دوكيمنتس ولا يعني ممكن يوصل الى خمسه بوينتس. في ناريتيف ابستراكت تكتبها للراجل العادي اللي هو دافع ضرايب ايا كان، على اساس لان هم دول اللي بيدفعوا الفلوس، ده انت هتاخد فلوس من الدوله، الدوله دي بتجيب الفلوس منين؟ من دافعي الضرائب. فلازم او الزكاة او وات ايفر زي مصر الخير، فلازم يبقى انت بتخاطب العقليه العاديه. ففي قاعده بتقول لو انت كتبت المشروع وقعت منك الابستراكت وخاصه الناريتيف، وقعوا الاثنين الساينتفك وال، لو وقعت الساينتفك في ايد طبعا عم محمود اللي بيبيع الفول تحت البيت عندي هيشوف الساينتفك يقول لك طب ده ماله ماله هيلف ثلاث طعميه. انما لو ارى الناريتيف، والناريتيف في مصر بتنكتب عربي وانجليزي، فلو ارى الانجليزي برضه نفس الكلام، لو ارى العربي وهو بيعرف يقرا او مثلا قال لك حد اقرا لي يا ابني ده فيها ايه، ده باين حاجه مهمه ولا بتاع واقراها. فلازم عم محمود ده اقول لك ايه؟ ربنا يوفقهم ويقدر يعمل الايه؟ الفكره دي وتتحقق عشان تخدم. فلازم دايما يبقى في مردود او على الاقل عشان كده الناريتيف روائي قصص، يعني ايه؟ انك بتديله مش الساينتفك تيرمز، انت بتديله الكونسبت. احنا عايزين نعمل المدرج ده عشان كذا كذا، يقول لك اه ده ربنا يوفقهم عشان الطلبه عشان واو الى اخره. انما لو وقعت الساينتفك في ايد واحد متخصص يقول لك اه لو كنت انا صاحب الفكره دي. فده تدي انديكيشن على طول ان المشروع ده مشروع ايه؟ فاندبل. فاندبل يعني ايه؟ هيقبل بالريفيور. لان الريفيور دايما حتى لو عنده غيره من المشروع ففي النهايه لازم يبقى عنده اسباب رفض. لو ما عندوش اسباب رفض هيقبل غصب عنه حتى لو كان عنده غيره. ازاي اعرف ان المشكله اللي عندي اعتقد انا جاوبت عليها اللي هي السلايد اللي هي نيدز اناليسيس، بالاضافه لاستشاره اكسبيرت. يعني لو حد بيشتغل مثلا على سبيل المثال في الكانسر ريسيرش، احنا عندنا التيم رائع في الكانسر ريسيرش سواء كلينيكال او بري كلينيكال، كذلك في الستيم سيل ريسيرش، فممكن يجي لنا واحنا نوديه للاكسبيرت، والاكسبيرت ده طبعا بيبقى عنده بابليكيشن وعنده مشروعات وعنده انتر اكشن، وبسهوله جدا في خمس دقائق ممكن يقعد معاك ويقول لك. فده ولكن قبل ما تروح للاكسبيرت اقعد مع، روح لنفسك الاول واعمل النيدز اناليسيس، لان مفيش ريسيرشر وزاوت نوليدج،
الحاجة التانية اللي كاتب ده كده اوكي، ده اجابتي على هذا السؤال، كيف احدد الـ expected results قبل اجراء التجارب اصلا؟ يس، هل ستكون نتائج من وحي الخيال؟ طبعا ده سؤال مهم جدا. احنا قلنا احنا بنعمل مشروع، المشروع ده مبني على هايبوثيسز، واول جزء في الهايبوثيسز الكذا الاولانيه اللي هي ايه؟ اول كذا كانت ايه؟ الايم، اللي هو عباره عن ايه؟ لو عملنا كذا، والايمز لما جينا في ريسيرش ديزاين اند ميثود عملنا له الديزاين اللي هو كان الايه؟ الاكتيفيتي، وكل اكتيفيتي كانت عباره عن ايه؟ كم حاجه؟ 5 دبليو اند ايه؟ اند اتش، قبل ما اجي اتكلم عن انتسبيكس. فلما باجي سي مثلا عندي دراج بتشتغل على الانفلاميشن، انتي انفلاماتوري دراج، ولها انتي اوكسيدنت افكت، ولها سي ولها انتي انفلاماتوري افكت، ولها بالاضافه لده لها انتي اوكسيدنت افكت. فممكن جدا بالديدكشن اقول ان التيومر اي ماده لها انتي اوكسيدنت افكت ممكن يبقى ليها انتي تيومر افكت، خاصه لو لها انتي انفلاماتوري، لان في علاقه ما بين الكرونيك انفلاميشن، انا بدي جاست ان اكزامبل يعني كرونيك انفلاميشن والكانسر. فممكن، وبعدين انا كمان قلت الجزء المهم اللي كنا نسيناه وحطيناه تاني، شابتر اساسي، جزء اساسي اللي هو ايه؟ برافو عليك، البريلمينري ستادز. البريلمينري ستادز السورسز بتاعتها ايه؟ يا اما بالليتريتشر، يا اما من الباحث نفسه عنده دراسات مسبقه، او الاثنين. فبالتالي انت مش ممكن هتعمل اكتيفيتي الا اذا كنت لها في الاساس منشند بريلمينري ستادز بالاضافه للميكانيزم المنشور، فتقدر تستخدم دول مع بعض وتقول والله انا لو حطيت دراج اكس على السيل لاين الفلانيه وحقنت بيها انت طبعا هيبقى الهدف هل ليها انتي تيومر افكت ولا لا؟ فيبقى البروبابيلتيز ايه؟ اللي انت بتتوقعه طبعا يبقى لها انتي تيومر افكت، لكن اللي تشالنج اللي ما يكونش لها انتي تيومر افكت ده هتقول بلان بي، لكن خلينا في بلان ايه؟ ان لها انتي تيومر افكت. طب طلعت لها انتي تيومر افكت، ازاي هتعمل انتربريتيشن لده؟ هتقول والله هي لا انتي تيومر افكت سينس كذا كذا كذا، ان لا انتي اوكسيدنت، لا انتي انفلاماتوري، ان فلان عمل كذا، ان احنا عملنا كذا، وبالتالي كل الحاجات دي مجتمعه مع بعض سواء بطريقه سينرجيستيك او اديتيف ممكن تؤدي الى انتي تيومر افكت، نظرا لان التيومر بيحتاج كذا وكذا وكذا، وده ممكن يعمل بلوك كذا وكذا وكذا. اوكي؟ عشان كده المشروعات نوعين. مشروعات من كل العالم نوعين. ديسكريبتيف وميكانيستيك. يعني ايه ديسكريبتيف؟ انت بتشوف وليكن مثلا خلينا في الكانسر برضه بنشوف تاثير الانتي تيومر افكتس اوف 50 نبات ولا 20 ولا 10 ولا 5. فانت كل اللي بتعمله بتعمل يا اما كلشر وتعمل تريتمنت ان فيترو، يا اما بتحقن التران او الاخر وبتشوف النتيجه بوزيتيف اور نيجاتيف، لا انتي تيومر افكتس ولا لا، بتشوف ال سي 50 وهل ولا اخر. فتركيزك الاساسي هل لها انتي تيومر افكتس ولا لا. الميكانيستيك بقى ايه؟ بعد ما تشوف الانتي تيومر افكت تبتدي تشوف الميكانيزم ازاي له انتي تيومر افكت، هل اشتغل على الايبوبتوسس؟ هل اشتغل على النكروسس؟ هل اشتغل ولا اخر يعني؟ هل حسن الاميون سيستم؟ فكل ممكن في مشروعات افضل المشروعات اللي تبقى الاثنين مع بعض، ديسكريبتيف الاول وبعد ما يحصل على نتيجه يبقى ميكانيستيك، لان ده عقليه الريسيرشر انها تبقى لازم اناليتيكال تشوف الحاجه هتطلع ولا لا وبعدين طلعت ازاي. فاذا انت وانت بتكتب اللي كتب السؤال ده وانت بتكتب المشروع كل ما بتكتب فيرجن بتلاقي نفسك تحول الامر من انه هولاني الى فيري سبيسيفيك، لان حتى انت ممكن تكون الفكره عندك مهمه بس هلاميه مش قادر تعرف ابعادها اسباب مشاكلها واو الاخر. كل ما بتقرا وكل ما بتكتب كل ما بتعمل فيرجن جديد كل ما بتلاقي الامور اكتر. ف بليف مي انك انت من المعلومات اللي عشان كده الانترودكشن والباك جراوند اند سيجنفكانس لما تكتبهم صح مع النيدز اناليسيس هيساعدوك جدا جدا. هاو تو ستارت ريسيرش ان كانسر.
ده طبعا سؤال كبير جدا، لكن لازم الاول انت عارفين الريسيرش ان كانسر له برانشز كتير جدا، في على الابيديميولوجي، في على الثيرابي، والثيرابي انواع، منه الكيمو، منه الراديو، منه حتى السيرجري، منه دلوقتي حاليا الاميونو ثيرابي، منه تراديشنال او الالترناتيف ثيرابي اللي هو زي ال الناتشرال برودكتس ولا اخره. في غير كده الدايجنوسيس، الناس بتشتغل على ايجاد نيو ماركرز دايجنوسيس، سواء في الدايجنوسيس او البروجنوسيس، عارفين الفرق ما بين الدايجنوسيس والبروجنوسيس طبعا، وهكذا. فلازم الاول تحدد انت عايز تشتغل على اي اتجاه من ده. بعد ما تحدد على هذا الاتجاه تبتدي تقرا فيه، ولازم يبقى ليك سوبرفايزر. Don't research by yourself. Never do that. لأن الموضوع very critical. فممكن السوبرفايزر يحدد لك أولا shorten your time، هيديك knowledge valuable جدا جدا، وممكن يساعدك في تحديد النقطة. فلازم knowledge. بعد كده ده أول تحديد طبعا، تحديد بعد اللي هو اللي أنت هتشتغل عليه حسب الانترست بتاعك، وبعدين knowledge. وبعدين تبتدي مع السوبرفايزر تحدد الريسيرش بتاعك في مكان معين. اوكي؟ اعتقد الاجابه كده لو امكن تكون مفيده. واحنا عشان بس نبقى براكتيكال برضو اجين، في عندنا تيم ورك كويس، وعاملين حاليا مركز ابحاث السرطان في المستشفى الفرنساوي الجديد، واحنا جبنا اجهزه، وفي اجهزه جايه في خلال شهر بكتير ان شاء الله. واللي عايز ممكن يبقى يزورنا، وله على جامعه طنطا، لما تطلع على الصفحه الرئيسيه بتاع جامعه طنطا على اليمين بالعربي، لسه ما عملناش انجلش، على الصفحه العربي بتاعك هتلاقي مركز التميز لابحاث السرطان، اضغط عليه هتلاقي ويب سايت، وممكن جدا تسجل هناك او يعني تحت امرك. يعني ازاي اعرف ان المشكله اللي عندي ده سؤال اللي اتجاوب عليه قبل كده، اللي هو على النيدز اناليسيس مع سؤال الاكسبرت. سؤال ازاي حد، ازاي ايه حد لو في دماغه فكرة او عايز يبتدي بحث علمي، خطوة هيحاول اول خطوة وامكانيات محدودة والغلاب العظمى من حوالينا محبطين. طبعا هو سؤال مهم جدا، يعني لو انا عايزة هي واحدة اعمل بحث في مجال الكانسر، هلا سبيل المثال، ده نفس الكلام اللي انا لسه مجاوب عليه. كون ان اللي حوالينا محبطين، مش كلهم طبعا، في ناس محبطين، والا ازاي هنجيب التفاؤل؟ هنعرف التفاؤل ازاي من غير التشاؤم؟ وهنعرف التشاؤم ازاي من غير التفاؤل؟ وهنعرف الابيض من غير الاسود ازاي؟ ما هو مش ربنا خلق الالوان وخلق كل الفيلينجز ديت؟ امال مش حتى في المشروع مش في جزء اسمه تشالنج اند alternatives؟ فلازم يبقى في تشالنج، يبقى في حياه من غير التشالنج، فلازم. فالاحباط ده طبيعي، اهلا وسهلا. لكن السؤال هل انت هتستسلم للمحبطين ولا لا؟ وده الفرق ما بين الناس الناجحه والناس الفاشله، او بلاش الفاشله، الناس اللي هي دايما ما بتتحركش من مكانها. فده موضوع مش عايزين نخوض فيه، لانه بيعتمد على البيرسوناليتي بتاع الشخص. لكن نصيحتي انا وعلى يعني ماي اون اكسبيرينس على جميع مراحل حياتي، طبعا في، وهتلاقي ومش هتنتهي، هتلاقي في ناس ممكن كمان تعمل لك مشاكل غير عاديه لا تتخيلها، يعني لا تتخيل. فده مش معناه ده تعريف الاحباط، لكن يصيب من الاحباط، هل يصيبك ولا لا، دي بقى قصه ثانيه. انت عايزه يصيبك يعني دي ترجع لك. لكن ابدا don't allow a depression to be a blind one، لان ده ودايما الناس اللي بتنجح على فكره، يعني في امريكا مثلا لما انا كنت هناك، انا قلت لكم قعدت 10 سنين استاذ هناك في كليه الطب، قسم جراحه وانا علوم، ومع ذلك كنت عندي هايب الموقف من الاول، مع ان كانت الدكتوراه بتاعتي من اليابان، وكنت متعرض يعني الانترناشونال ماركت، يعني ما هيش مشكله ساينتفك كوميونتي. ولكن لما رحت كان الموضوع، مع ان برضه في كل في هناك كنت في كليه الطب، بس في اليابان بيدلعوك، يعني ما يحسكش انك يعني
you don't have to struggle to survive. إنما أمريكا no. يعني في اليابان أنت فوري مال وكده. إنما في أمريكا no. You have to struggle to survive. هناك فيش فرق ما بين أمريكان ونون أمريكان. عشان كده برضو مفيش فرق ما بين أمريكان ونون أمريكان اللي يوصل للهدف بتاعه. فتلاقي نفسك هناك الإحباط قليل جدا جدا. فبتلاقي التميز ما بين الناس كلهم تقريبا almost the same يعني. لأن الانفايرومنت اللي هو بقى extremely genius ده بيبقى باين قوي. إنما هنا في مصر اللي هو مش ضروري تبقى جينيس عشان تبقى متميز عشان تبقى مختلف عن الناس بوجود الإحباط. فعشان الإحباط موجود ده يخليك لو أنت متميز أو سهل التميز الناس تقول لك آه ده ليه؟ لأنه ما استسلمش للإحباط. فأرجو الموضوع ده موضوع معنوي ومهم جدا. ما تخلوش دايما يبقى عندك القابلية والقوة والشجاعة أنك أنت. وإحنا قلنا من صفات الباحث إيه؟ الشجاعة والإقدام. طيب امتى بنجمع الداتا؟ قبل الفرضية ام بعدها؟ لا طبعا قبل الفرضية، قبل الفرضية وبعدها. الاول احدد المشكلة ايه اللي انا متخيل انها مشكلة حتى لو لها حل تسوكي، وبعدين ابتدي افكر فيها. ودي عملية مهمة جدا جدا. السؤال ده كويس لانه خلاني اقول افتكر حاجة ما قلتهاش، انك بتعمل ممكن المشكلة اللي عندك في دماغك ممكن تكون لها حل فعلا وتعمل. وانت لما تيجي تحطها وتحطها على ايه فرضية وتيجي تجمع داتا، يعني جمعت داتا قليلة ومش عارف ايه او كده وتحمس تحمس يخليني يخلي الريسيرشر دايما ان هو عايز يحط الفرضية. وبعدين يبتدي بقى هيكتب بقى المشروع، يبتدي يقرأ بقى كتير، وفجأة ان الايه ان الفرضية ديت معمولة ومشكلة، والمشكلة دي في دماغه هو في الهواء. فيقوم يرجع ايه ممكن يفكر في reformulation of hypothesis. بدل ما يقول كذا يفكر على يدور على ايه على كذا تاني اللي غيره ما عملوش. دي بنسميها reformulation of hypothesis. فبالتالي ممكن لانه خلاص جاله معلومات وتعرفين ما فيش مشكلة حلت نهائي، يعني دايما حتى لو في حل you can improve it، فممكن ترجع تاني. فده ال what is the time line of collecting data. ازاي اختار مشرف؟ ازاي تختار مشرف؟ انتوا ميزة ضخمة جدا ان انتوا في كلية صيدلة، وكلية صيدلة بتتمتع يعني كوكبة من الاساتذة، وانا شخصيا متعاون قلت لكم بعض الاسماء هنا في الكلية. فممكن جدا ابسط طريق وكيل كلية لم يكن حد عارف مشرف، طبعا انتوا دكتور فتوح طبعا ممكن يساعدكم في هذا الموضوع جامد جدا كأخ أكبر ليكم. وفي نفس الوقت ممكن جدا وكيل الكلية لشؤون الطلاب ودراسات العلم. وممكن جدا بميزة الانتراكشن ده انه بيعرفكم انا وفي ناس تانية، يعني شفت الدكتور عصام والدكتورة أمل ولا. فممكن في الساينتفك كوميونيتي اللي هما بنسميهم كونسلتنس، ممكن تستخدمهم ككونسلتنس انا او اي حد من الزملاء اللي يساعدك حتى لو مش هو، وده عملناه كتير يعني. ممكن يديك يوديك لحد ثاني. كيف احدد؟ اعتقد ده قلناها. ازاي اعرف ان المشكله ده؟ اعتقد قلناها. هاو تو ستارت ده خلاص اعتقد. اي اسئله ثانيه؟ اتمنى كده ان كونكلوجن ان احنا نكون يعني اضفنا ولو جزء قد كده لمعلوماتكم عن ايه هو الريسيرش، بيختلف عن السيرش في ايه؟ ايه هي الاناتومي بتاعته؟ ايه هي الفيسيولوجي؟ ايه هي الابلكيشن بتاعته والاخره؟ وانا ما عنديش مانع التو ليكتشرز دول احطهم، اللي عايز مور انفورميشن ممكن يرجع لهم، واللي عنده مور كويشنز ممكن يرجع لي. وشكرا جدا.